بلدنا من اجل الثوره فنضحي والكل يبكيها يا بلدنا من اجل الثوره فنضحي والكل يبكيها ونكافح من اجل العزه ومجدنا لابد نحيا باراده وعزيمه قويه فنكافح لاجل الحريه مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير، كل عام ووطننا في تقدم وازدهار وانتصار. في هذه الذكرى 52 لثورة 14 من أكتوبر تأتي ووطننا يعانق الانتصار الأكبر في تاريخه النضالي. أكتوبر وعي ثوري قومي عربي، امتداد لحركة تحررية اجتاحت الوطن العربي من الجزائر غربا إلى اليمن شرقا. أكتوبر هو فعل بحجم الأمة العربية، امتداد لمشاعر الملايين من العرب والتحرريين في العالم، التواقين للحرية والاستقلال من استعمار جثم على الأرض العربية أكثر من 129 عام في الجنوب ومئات السنين في دول عربية ودول العالم الآخر. تحية إجلال وإكبار وإكرام لكل الذين ضحوا ورووا بدمائهم الطاهرة تربة هذا الوطن لنحتفل اليوم بهذه الذكرى، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في الذكرى 52 للرابع عشر من أكتوبر المجيد. في هذه الذكرى نكون وإياكم على مدى ساعات من البث المباشر ومجموعة من الضيوف الكرام، نبدأها بالأستاذ الدكتور حسين لقور بن عيدان أستاذ جامعي، حياك وكل عام وأنت بخير سالم. أيضا معنا المهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير لرئيس مجلس أبناء بيحان، حياك. أهلا وسهلا أختي الكريمة. إذن المشوار يبدأ وهناك الكثير من المحطات يجب أن نقف عليها اليوم. كل أبناء هذا الوطن يحتشدون اليوم، هناك تصور آخر، هناك وعي آخر، هناك يعني شعور آخر بالاحتفال بهذه الذكرى. ونبدأ بمشاعركم الجميلة والمتميزة دكتور حسين، الذين دائما ما تفاجئونا بوصفكم لمثل هذه المواقف التاريخية التي هي امتداد لذلك النضال. أولا كل عام وانتم بخير، وسعيد أن أكون معكم مرة أخرى هنا على قناة عدن. يعني طبعا اسم عدن في حد ذاته بالنسبة لي أنا شيء، اليوم جماهير الشعب يعني في عدن حكومتنا وفي الجنوب وفي المنطقة كلها يعني تحتفل بعيد 14 أكتوبر. يأتي هذه السنة في متغيرات جديدة حقيقة، وفي أجواء سياسية وعسكرية وإقليمية متغيرة. بعد أن عانت المنطقة حقيقة أو خصوصا يعني عدن بالذات يعني من فترة يعني مظلمة في فترة الحصار والحرب التي مرت علينا خلال 6 أشهر، وبالتالي الفرحة اليوم هي فرحة الانتصار، فرحة عودة حياة الناس إلى طبيعتنا التي نأمل بصراحة أن نراها يعني بسرعة تتطبع حتى الناس تشعر بطعم الانتصار هذا. فالاحتفال هذا اليوم بعد 50 أو 52 عام يتطلب منا الوقوف، هذا نصف قرن كامل يتطلب منا الوقوف أمام تاريخ المرحلة هذه، أمام تاريخ كل الانكسارات والانتصارات والنجاحات والفشل، حتى نخرج من هذا يعني ننتقل إلى مرحلة جديدة بآراء جديدة بأفكار جديدة بشعب موحد أمام كل العالم، بظهور طبقة سياسية جديدة يعني تساعدنا على الخروج من هذا حالة الصراعات التي يعني حقيقة يعني عشناها إحنا كل 10 سنوات، أما صراع سياسي أما حرب أما مواجهات أما انقلابات. بالتالي كفى
انه نتمنى ان تبدا هذه من هذا التاريخ او من هذه السنه يعني ان شاء الله مرحله جديده للاستقرار، مرحله جديده لبناء وطن جديد، وطن خالي من كل الصراعات، خالي من كل الاحقاد، خالي من كل اثار الماضي، ووطن يقوم على لا. على هذا التصور التصور على يقوم لا. يقوم به شباب من دافعوا ومن حملوا السلاح دفاعا عن الارض في وجه العدوان الاخير للميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. اذا انت ايضا استاذ المهندس علي المصعبي، كيف ترى المرحله الان ونحن نحتفل في هذه الذكرى، الذكرى 52؟ والله المشاعر كما قيل يعني تتدفق وتتلاطم حول اولا نهنئ شعبنا وبالتحديد اخواننا في عدن بهذه المناسبه الغاليه، ونهنيكما ايضا في هذه القناه الغاليه التي كانت لها وقفات تشكر عليها في شتى الازمات التي مرت بها المنطقه اليمنيه بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص. وبالتالي لتحدث عن 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 مناسبه لا 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 كما يقال يعجز اللسان عن وصفها، ولكن كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة. لقد كان منذ 52 سنة، وأنا أعتقد أنه نعتبر نحن من الجيل الذي لم يحضر هذا النضال الذي قاده آباؤنا وأجدادنا وأهلنا وذوينا، سواء ممن كانوا في الجبهة القومية أو في حزب جبهة التحرير، كانت لهم أروع الملاحم وأروع المثل في مسألة التعاضد أمام الاستعمار في تلك الفترة. والآن سبحان الله شاءت الأقدار أن يكون هذا الاحتفال، وإذا بنفس التاريخ يتكرر، وإذا بالمرحلة نفسها تعيد أنفسها. أنا أعتقد أننا نعيش ذكرى الاحتفال بالثاني والخمسين للاستقلال من ثورة أكتوبر، وكذلك اللي أقولها السنة الأولى للاستقلال من الاستعمار الحوثي والعفاشي، الانتصار على الحوثي نعم. والعفاشي. إذا فعلا هذا أستاذ دكتور حسين، صف لنا الفترة السابقة في فترة التحرير، كيف كانت بالنسبة للشعب اليمني، مشاعر الشعب اليمني؟ أنت حضرت هذه الفترة. هي طبعا يعني احنا كنا لسه يعني يومها يعني في 63 كنت لا 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 يعني انا اتذكر يوم الاستقلال وانا ذاكر وذاكر وحداثه واحداث اللي تمت فيها يعني حقيقه وعشتها وعايشتها، يعني كان عندي 12 سنه يومها يعني، بس كنت الحمد لله امتلك ذاكره تتذكر اي وضع. فبالتالي يعني طبعا يعني في كثير من المشاعر يعني حقيقه يعني حتى احنا يومها كان في اعتقادات يعني انه ايش بيكون الدوله الجديده وايش اسمها وكيف بتسمى ومش عارفين ايش، ومن هذه القضايا اللي يعني اثيرت يومها يعني. طبعا في قضايا كثير تقال يعني وسياسيه حقيقه يعني. خلينا يعني أيوه. انتم في عارف عفوا بس فقط أيوه. تذكر عندما زار جمال عبد الناصر، الزعيم جمال عبد الناصر اعتقد اليمن، ومن هنا كان في أربعة كان خطاب 64 في 64 عبد الناصر طبعا يعني طبعا بعد التدخل المصري في بعد 26 سبتمبر 62 وطلب الضباط الجيش الضباط وعبد الله السلال والضباط الذي قاموا ب 62 ضد الإمامة طلبوا مساعدة. أول في البداية جاءهم خبراء وبعدين جاءتهم مساعدات وبعدين دخل الجيش المصري يعني. طبعا فكانت الدخول المصريين يعني بشكل قوي، وصل إلى 70 ألف إلى 80 ألف جندي يعني دخلوا في المنطقه في اليمن. طبعا في اليمن يومها في الجمهوريه العربيه اليمنيه اليمن الشمال. وطبعا في حقيقه يجب ان يعرفها الجميع انه قضيه استقلال الجنوب هذه يمكن معلومه انتم ما تعرفوها، انه في قرار من الامم المتحده عام 1963 في 1 ديسمبر عام 1963 قرار بتصفيه الاستعمار من الجنوب، وقررت بريطانيا الرحيل من عدن عام في يناير عام 68 يعني في قرار قبل يعني حتى شوف للتاريخ الناس تفهم يعني في أجيال ما يعرفوا هذه الحقائق. بس عفوا كويس 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 انت ركزت على شيء مهم. في كثير من 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 المناضلين كانوا قالوا كيف في قرار وهي لا زالت تشتغل موجودة لا 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 موجودة يعني على أرض لا لا اليمن. لا 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 يعني شوف يعني حتى تكون الأمور فيها إذا هي عندها نوايا نحن نعمل تقييم. بريطانيا أساسا قررت الخروج من الشرق المتوسط بعد حرب 56، قررت الخروج نهائيا من منطقة شرق المتوسط من دول الخليج ومن عدن ومن
الدول هذه انها قررت الخروج نهائيا بحلول 70. هذا كان متى؟ هذا في بعد العدوان الثلاثي على مصر. فهي قررت الخروج بعد ما خسروا قناه السويس، قرروا الخروج نهائيا من المنطقه البريطانيه اقتصاديا ما يخالفهم، خلاص انتهت الاستعمار. ايوه ما فيش فايده منها طبعا. كانت حركه النضال السلمي والنضال السياسي في عدن قادتها قوى زي الرابطة، زي حزب العمل الاشتراكي، زي قوى سياسية، زي أحزاب كثيرة يعني في عدن نفسها يعني. فكانت تقود نضال سياسي لدرجة أنه الشيخان الجفري راح ألقى خطاب في الأمم المتحدة يعني باسم شعب الجنوب يومها. وبالتالي استصدروا قرار في ديسمبر عام 1963، قرار من الأمم المتحدة بخروج بريطانيا من فبريطانيا قررت الخروج وحددتها بيناير 1968. طبعا في 63 حصلت 14 اكتوبر وما بعدها، وبعدين جاءت استمرت ايوه عجلوا شهر او شهرين فقط يعني بالاستقلال يعني يعني حتى نكون تكون الامور هذه معلومات يعني، وانا اتكلم عن معلومات انا مسؤول عنها يعني، لا اتكلم عن معلومات يعني حتى لا يظن البعض انه انا اجدف هنا او اقول كلام غير مسؤول، لا انا اقول كلام مسؤول. فبالتالي يعني خروج بريطانيا كان مقرر في الاساس يناير 1968. هي فقط الخلاف بين لكن يا دكتور أتى على الجهود الجبارة الذي قام بها أبناء شعبنا في هذه الفترة يعني. من أجل لا يفهم إخواننا المشاهدين أن العملية تمت وفق براغماتية خاصة بالقرار السياسي في بريطانيا. القرار هذا قد يكون اتخذ يا دكتور، لكن أعتقد أنه لم يتخذ إلا بنضالات شعبنا، لم يتخذ إلا من خلال المقاومة الباسلة التي قادها شعب الجنوب الباسل. نعم هي الخلاف كان طيب. حتى لا توضيح الصورة. إحنا نريد شوف المعلومة هي أنت لا يمكن تبني فكر سياسي ومعلومة جديدة ومستقبل ما لم تكون عندك الداتا المعلومة والمعلومة الصحيحة. يعني كما قال يعني طبعا بريطانيا كانت مقررة انها تسلم عدن والجنوب العربي للاتحاد دولة الاتحاد الجنوب العربي. أيوة. طبعا القوميين العرب والمناضلين اليساريين تجمعوا شكلوا جبهة التحرير، شكلوا الجبهة القومية، فهم كانوا يناضلون ضد الاتحاد الجنوب العربي انه يعتبروا الاتحاد الجنوب العربي امتداد لله سلاطين وعملاء لبريطانيا وبالتالي لازم الخلاص منهم. هذه هي المشكلة هذا. وبالتالي وقالها ياسين النعمان في مرة إنه نحن ثورة 14 أكتوبر ما قامت من أجل طرد بريطانيا، لأن بريطانيا رايحة. نعم. قامت بس من أجل إسقاط الاتحاد الجنوب العربي. يعني هو توحيد الكيان في 23 يعني مشيخة وسلطنة. فعلاً هي كانت دولة. كانت عبارة عن دولة اتحاد الجنوب العربي. لم تكن دولة، كان اتحاد، كان سلطنات ومشيخات وما إلى ذلك. كانت دولة لها مجلس وزراء ولها وزراء وزارة دفاع ولها جيش ولها. سوري. أيوة. إذا ننتظر لحظات نشاهد فيها فيلم خاص في ذكرى 52 لثورة 14 من أكتوبر ونعود للحديث معكم. أهلا وسهلا. بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يبكيها، يا بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يبكيها، وانجازك من أجل العزة ومجدنا لابد نحيا بإرادة عزيمة قوية، فانجازك لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية، فانجازك لأجل الله على نورك يا نبي.
يوم الرابع عشر من أكتوبر من عام 1963 هو يوم لم يأتي من فراغ، فكان يوم ثورة ضد المستعمر البريطاني الذي ظل يحكم جنوب اليمن 129 عام لينال هذه الحرية المرجوة. كانت في 30 من نوفمبر من عام 1967، هي أيام لها بصماتها الواضحة في جسد نضال شعب انتزع حريته من محتل غاصب. لم تأتي هذه الأيام من فراغ أو هبة من الاستعمار البريطاني الذي كان حينذاك دولة عظمى لا تغرب الشمس عن الأرض التي يحتلها، بل جاء بفضل تضحيات كبيرة قدمها مناضل الثورة في جنوب اليمن والتي أفقدت المستعمر البريطاني السيطرة على معظم الأراضي التي يحتلها، وذلك يوم حمل فيه الأحرار أكفانهم البيضاء على أكفهم حبا وكرامة لكل حبة رمل في هذا الوطن الطاهر. رجال كان هدفهم أن تعلو راية الوطن عالية خفاقة لتنتهي فترة الاستعمار، ليتحرر جنوب اليمن بعدها ويعلن استقلاله في 30 من نوفمبر من عام 1967 من خلال مسيرة وطنية حافلة بالتضحيات تمتد جذورها التاريخية العميقة عبر السنوات المتواصلة من الكفاح لترسيخ الرابع عشر من أكتوبر الأرضية الصلبة والشرارة الحقيقية من جبال ردفان الثورة، تلك الجبال التي قادت سفينة الاستقلال نحو 30 من نوفمبر لتحرير عدن بيد الثوار، ويرحل آخر جندي بريطاني من عاصمة الجنوب عدن. ولم يكن طريق الثوار مفروشاً بالورد، لكنهم وضعوا أرواحهم على أكفهم وكانوا على موعد مع القدر. يوم الرابع عشر من أكتوبر من عام 1963 لتنطلق شرارة الثورة من ردفان بعد مقدمات وجولات من الصراع مع المستعمر دفع فيها كوكبة من أنبل الرجال أرواحهم ثمناً
للحرية والاستقلال. هنا رسبان في فم كل دائر، ومن روح القبائل والعشائر. هنا رسبان في فم كل دائر، هنا رسبان في فم كل دائر، ومن روح القبائل والعشائر. وانطلقت مسيرة الثورة تشق طريقها في مواجهة المستعمر المحتل، وتفانى الأبطال في الفداء والنضال من أجل تحرير بلادهم، ولكي لا يكون هناك سيداً على أرض اليمن غير أبنائها. وتم التحرير والاستقلال في أيام مجيدة من أيام اليمن الخالدة، وغنينا أهازيج النصر برعي استعمار من أرض الأحرار. برعي استعمار من أرض الأحرار، 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 برعي ولا الليل يكويك الطيار، برعي ولا الليل يكويك الطيار، برعي كان جنوب اليمن في فترة الاستعمار البريطاني يسمى بالجنوب العربي حتى 30 من نوفمبر من عام 1967، حيث كان يتكون من 22 إمارة ومشيخة وسلطنة مستقلة بذاتها، يقودها أمراء وسلاطين ومشايخ من أبنائها، ويشرف عليها ضباط سياسيون بريطانيون، حيث شكل بعضا منهم حكومة اتحاد الجنوب العربي في عام 1959، وبقي بعضهم الآخر مستقلا بذاته. كانت بريطانيا تعمل دوما على تقسيم الجنوب وزراعة نزعة المناطقية بين أبنائه، لأنها كانت على مدى فترة حكمها تحكم جنوب اليمن بسياسة فرق تسد، فكانت تقسم الجنوب إلى مناطق عسكرية وسياسية، كما قسمته إلى محميات يقودها مندوبون سياسيون بريطانيون، حيث كانت محمية عدن تتبع لوزارة المستعمرات البريطانية مباشرة. وبالعودة قليلاً إلى الماضي المظلم التي عاشه شعبنا الأبي في الجنوب، وبالتحديد إلى سنوات الاستعمار البريطاني، سيدرك الجيل الجديد الذي ولد مع ميلاد الثورة والاستقلال في نوفمبر مرارة الاحتلال وقسوته وانتهاكاته اللاإنسانية ضد الشعب في جنوب اليمن، الذين تعرضوا لكل صنوف القهر والظلم والاستبداد من المحتل البريطاني، والذي دفع فيها كل مواطن الثمن ليتنفس الشعب الصعداء من جديد بظهور شمس الاستقلال وطرد المستعمر البريطاني من عدن وكل أرض جنوب اليمن. يا بلدنا من أجل الثورة فنضحي والكل يبكيها، يا بلدنا من أجل الثورة فنضحي والكل يبكيها، ونجادح من أجل العزة ومجد بإرادة عظيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية، بإرادة عظيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية، ونضحي في سبيل عزتنا على جنب النار. الله الله يتوب، الله الله يتوب. ظل شعبنا يبحث عن الاستقلال لمئة وتسعة وعشرين عام، ظل يبحث عن الحرية والأمن والأمان لمئة وتسعة وعشرين عام، ظل يناضل ويكافح وقدم الكثير والكثير لأجل الكرامة، ولكن هناك من انقلب على هذا الشعب وثورته ليكون هو السيد والحاكم على هذا الشعب الحر. فالمخلوع صالح وميليشيات الحوثي هم من انقلبوا على مقدرات الثورة والشعب، وحاولوا أن يستفردوا بالحكم والسلطة،
ولكن الشعب كشف مخططاتهم وفضحهم وانتفض عليهم، فها هي عدن قاهرة البريطانيين تقهر المخلوع صالح العفاشي وميليشيات الحوثي وتطردهم من عدن، وبعده لحج وأبين والضالع وشبوة. فالجنوب الذي لم تكسره أعظم دول العالم لن يكسره صغار إيران وعملائها. الحرية والأمن والأمان والعيش الكريم هم قدرنا، فلن يرضى شعبنا إلا بهم، ومن أراد لنا غير ذلك فليعتبر، ففي التاريخ عبر. والله ورب العرش ما نخضع للطاغي الفاسد وأعوانه، لو السماء من فوقنا تولع والكون يتزلزل ببركانه. والله ورب العرش ما نخضع للطاغي الفاسد وأعوانه، لو السماء من فوقنا تولع والكون يتزلزل ببركانه. البيت بالمدفع ولا عالي يهجم أركانه، المؤمن الصنديد لا يركع إلا لرب الكون سبحانه. أو يهدمون البيت بالمدفع ولا عالي يهجم أركانه، المؤمن الصنديد لا يركع إلا لرب الكون سبحانه. اليوم ما نرجع لو يفتحوا مليون زنزانة، يا ما نصحنا إنسان ما يسمع كل ما نصحنا زاد طغيانة. والله بعد اليوم ما نرجع لو يفتحوا مليون زنزانة، يا ما نصحنا إنسان ما يسمع كل ما نصحنا زاد طغيانة. كل عام والجميع بألف خير، ونحن نحتفل بالذكرى 52 للثورة 14 من أكتوبر. هذه الثورة التي هي امتداد لثورتنا ضد علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي. إذن ما زلنا وإياكم مع ضيوفنا الكرام. الدكتور حسين لقور، ما هي مهمة الدولة الآن في ظل الثورة الجديدة؟ طبعا في ظل الأوضاع الحالية الآن، طبعا هناك في مهمتين، يعني طبعا كدولة نحن نتكلم على الدولة ما موجودة برئاسة الرئيس هادي، عندها مهمتين أساسية: مهمة استكمال إسقاط العصابة الموجودة في صنعاء والتخلص منها، والعمل في المناطق المحررة على تطبيع حياة الناس، على تقديم الخدمات لهم، على فتح المدارس، على فتح الجامعات، على فتح المؤسسات الدولة، على ضبط الأمن، على تأسيس مؤسسات أمنية تحمي مصالح الناس وتحمي يعني أعراضهم وتحمي حقوقهم. فبالتالي
ستكون يعني وإعادة إعمار ما تم تهديمه، إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله من هذا في هذه المناطق المحررة. والأهم من هذا هو البحث فعلا ومنع ظهور بعض الجماعات المتطرفة، بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة، طبعا خصوصا في لأنها تنشط في مثل هذه الأوضاع المستقرة. لذلك ستكون لديها مهمتين أساسيتين، إعادة بناء وتأهيل مناطق المحررة وخصوصا عدن، لأنه مش معقول اليوم أنا بعد 3 أشهر من تحرير عدن الناس ما زالوا يعانون من انقطاعات الكهرباء، الناس يعانون من انقطاعات الوقود. الأسبوع الماضي فتحوا الجامعة، الناس ما لقوا بنزين يروحوا يواصلوا الجامعة في التل. وعدن المصفى فيها فين يهرب، فين يروح؟ هذه سؤال يعني حقيقة في أشياء تحصل تثير حصل إضراب في لا يعني الطلاب أنا زملائي في الجامعة اتصلوا بي وقالوا إحنا بكرة، وفعلا راحوا وبدأوا الدراسة في الجامعة، لكن يجدون أنه في كثير من الطلاب غير قادرين على الوصول. ليش؟ لأنه أبو الطالب أو الطالبة ما استلم راتبه مشان يشتري له كتب ولا يشتري له ملابس، أو عنده حق المواصلات 200 ريال ولا 200 ريال ما في. فبالتالي يعني هذه الأمور إذا ما طبعنا حياة الناس لن يشعروا الناس بالانتصار. طبعا الانتصار اللي جرى في عدن مش انتصار سهل فعلا، ولا هو يعتقد، لأنه أولا انتصار دفع ثمنه أبناء المدينة وأهل الجنوب بشكل عام غالي، أكثر من 2000 شهيد بس في عدن وحدها وأبين ولحق يعني. فبالتالي مش ثمن قليل يعني، ومن خيرة الشباب اللي راح مش قليل اللي دفعوا. وبالتالي دع الناس الآن يشعروا بهذا الانتصار، خلي حياتهم. نحن لا نطالبهم بالمشاريع رفاهية ولا نطالبهم نطالبهم بالأشياء الخدمات الأشياء أساسية، كهرباء، وقود، أمن للناس، وظائف. شباب موجودين يا أخي، يعني موجودين عندك شباب مستعدين يخدمون بأقل ما ممكن، لكن على الأقل تنظيم. فبالتالي أنا الآن حقيقة أتساءل وغيري يتساءل يعني، إنه وأنا جات لما عرفوا بعض الزملاء إنه أنا طالع اليوم على القناة عدن، قالوا هذه الأسئلة ليش ما تثار؟ يعني حقيقة الانتصار عارفين، أكتوبر عارفين انتصارات، كل هذا عارفين، حافظين. نحن الآن نريد مستقبل، الناس تريد مستقبل من خلال أجيال واعية ومثقفة، بعيد عن التعصب المناطقي، بعيد عن القبلية. أنا أقولها هنا، أنا أرفض كل هذه الأساليب يعني حقيقة، وخصوصا الألقاب القبلية والشيخ والشيخة، هذا كلام فاضي. هذا عدن دافعت عن المدنية، عن مدنيتها، لأنهم دافعوا عن وطن، لأنهم دافعون عن وطن ما حد يعرف هو. وتكسرت الألقاب، ولهذا أنا أقولها وأقولها من جديد، يجب أن نعطي فرصة لجيل جديد من الشباب لقيادة الوطن عندنا. الجيل الجديد ما تتخط أيديهم لا بفساد مال ولا بفساد ولا بدماء. كفاية إحنا نفس الوجيه تتكرر علينا، هذه الوجيه التي يعني سئمناها 50 عام وهي تتكرر علينا، يبادلون المناصب يعني علينا. كفاية يا أخي، إذا كان نجحوا كثر الله خيرهم، وانفشلوا نسامحهم، بس على الأقل الآن يعني خلاص يتركون الناس، نعطي فرصة للآخرين، مستقبل جديد. أيوه. نحن ضاع علينا، خلاص راحت من أعمارنا، على الأقل لأولادنا أو لأحفادنا. لذلك ما نطلبه الآن من أنه تعزيز الانتصار في عدن وفي المناطق المحررة، توفير الأمن والدعم الناس بالحياة الطبيعية العادية، بالمدارس، بالصحة، بالخدمات، الكهرباء، ما طالبين شيء كثير يعني حقيقة. يعني هذه الخدمات كلها مدفوعة، وتحرير ما تبقى. طبعاً هذا من الثاني. لتعقيب تعقيب بسيط على الحديث اللي طرحه الدكتور، وكان في غاية التركيز وكان في غاية الإبداع حول مسألة التحديات. إحنا يعني مسألة إنه الحوثيين عندما بدأوا بحركتهم وبدأوا باجتياحهم وانقلبوا بالنظام رأسا على عقب في صنعاء، وداسوا على كل المعاهدات والأمور التي نحن كجنوبيين نوعا ما لم نكن فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن في نهاية المطاف انقلبوا على الشرعية، انقلبوا على الأمور كلها، وكانت هنالك ذريعة يستخدمونها هو مسألة أنهم جماعات تحارب الإرهاب، وتحولوا إلى ميليشيات هي تسلك نفس السلوك للجماعات الإرهابية. فهذا جعل أنه المناطق بالتحديد الجنوبية التي غزاها عفاش بهذه المسميات وبهذه الجماعات جعلها أمام تحديين. التحدي الأول هي مسألة أولا إخراج الحوثي وإخراج هذا الاحتلال الجديد، وكذلك مرحلة ما بعد التحرير. نعم. التي تكمن في حفظ الأمن وكذلك في العمل على ترسيخ
دعائم الاستقرار لدى المجتمع من خدماته إلى آخره إلى آخره. إحنا كانت عندنا تجربة بسيطة يعني بالرغم أنها في بساطتها إلا 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 وبالرغم من ما نعاني لأن هناك إشكالات يعني عدد تحررت ولكن مشكلات الأمنية ما زالت قائمة. التفجير لم يكن يعني خلينا نركز على ما هي التجربة الذي بالضبط فقمنا من على منهم أنتم قمنا يعني قمنا نحن أبناء بيحان بعيدا عن مسألة كما قال الدكتور الفئوية أو القبلية أو لأنه هذا الثقافة التي يجب أن نتحدث بها جميع. نحن أبناء الجنوب، نحن أبناء المنطقة اليمنية، نحن أبناء مديرياتنا، أبناء مناطقنا بغض النظر عن مسميات القبيلة. نحن عنصر عربي فاعل في المحيط العربي بشكل كامل. بالضبط. فأنشأنا مجلس أبناء بيحان يقوم على هدفان رئيسيان يرتكز عليهما. الهدف الأول هو مسألة التحرير والتخلص من تواجد الحوثيين فكرا وتواجدا، والأمر الثاني الحفظ على استقرار ومصالح المجتمع في المديرية. هذا أتى من باب الاستشعار. بيحان والجنوب كامل قدم مئات الشهداء على كافة الخريطة الجنوبية والجرحى. عدن ضربت أروع الأمثلة في البسالة، وهذه شهادة نقولها للتاريخ. كانت بسالة عدن تشبه بسالة أبناء عدن وقتها في أثناء الـ 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 في الذكرى 52 الذي نحتفل بها في 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 ثورة 14 أكتوبر. يعيد التاريخ نفسه، وها هم أولئك أمامنا، ذلك الجيل السلمي، ذلك الجيل الذي قالوا عنه بأنه شباب مش عارف إيش. نعم. الذي لا يستطيعون ولا يستطيعون. أستاذ علي، الذين لا يعرفون أن يحملون السلاح. نعم. ويستخدمون. نعم. فإذا بهم ضربوا أروع الأمثلة. نعم. أكثر من يعملون القبعات ويرتدون الجنابي ويلبسون المجدرات. نعم. من الأسلحة وغيرها. في يعني خلينا على الجزئية التي ذكرتها حقيقة، إنكم أنتم في المنطقة قمتم بكذا وكذا وكذا، كأنك تريد تقول لا تنتظروا أحد يأتي ليصلح لكم، ابدأوا أنتم بإصلاح أوضاعكم. صحيح. في كل المناطق، ولتكون عدن وأبنائها الذين قاتلوا في تلك الفترة هم النواة واليد التي يجب أن تبدأ العمل. استضافتني قناتكم قبل يمكن أسبوع أو وتكلمنا عن هذه الجزئية، وقلنا أن هذه التجربة التي عملناها نحن في بيحان وما زالت هي قيد التطوير وقيد النزول ببرامجها العملية. حببنا أن تعمم تلك الفكرة، لأن في الأخير التحالف يساعدنا وسيظل التحالف مساعد لنا، ولكن في الأخير عنصر مساعد وليس معني. المعنيين نحن أبناء الجنوب، المعنيين نحن أبناء المدينة، أبناء القرية، أبناء المديرية، نحن المعنيين باجتثاث أنفسنا من تلك الحالة. وهذا الأمر يتطلب اصطفاف حقيقي بين كل فئات المجتمع في عدن، في 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 كل المناطق، ونحن نتحدث عن المنطقة اليمنية. لا. نعم. ليس لدينا. نعم. أي حرج. نعم. لأننا في الأخير نتمتع بمسألة كوننا يمنيين في منطقة واحدة، ولكن قد تختلف شعوبيتنا من مكان لآخر ولا ضير في ذلك. فنحن دائما ما نقول أن من نتائج 94 للأسف الشديد أن وحدنا كسياسة، ولكن مزقنا كمجتمع. بينما كنا ما قبل عام 90 أشبه ما نكون إلى مجتمع واحد في ظل دولتان. فما بين هذا وذاك نتمنى أن يعي الناس. نعم. الناس هذا الأمر على فكرة وعلى مر التاريخ. هي السياسة التي تدمر، والسياسة التي دائما تمزق، والسياسة هي التي دائما تأتي بالخراب. إذن السؤال للدكتور، ما هي المشكلة الأساسية في تكوين دولة طالما إن السياسة هي الأساس في تكوين دولة أو تكوين مجتمع موحد بكل فئاته وبكل مقوماته؟ تقصدي فين يعني؟ على مستوى العالم يعني. هي عموماً في اليمن بشكل عام. طبعاً يعني في الأساس يعني أنا دائماً أقولها وقلتها يعني إنه مشكلة المنطقة هذه من بين كل منطقة، مناطق الأخرى كلها حوالينا مستقرة بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الحاكمة الموجود فيها ومختلفة، بالتالي في استقرار، نشترك في نفس الثقافة، في نفس القبائل، امتداد القبائل نفسها تمتد الثقافة الأسماء. هي الجغرافيا الطبيعة. خليني بس أزيد لك زي ما يقول من الشعر بيت يعني. إحنا اليوم نحتفل بالذكرى و52 عام، يعني المتتبع لمجريات الأحداث يلحظ عدم استقرار في منطقتنا. هل هذا ناتج عن سياسات خاطئة؟ هل ناتج عن قلة وعي عام لدى السياسيين؟ هل ناتج عن أخطاء في مناهجنا الدراسية والتعليمية؟ هل هناك يعني نريد تشخيص ولو لا هي بشكل مختصر. هي ببساطة يعني وبكل
يعني مشكلة يعني النظام السياسي أو الدولة نفسها هي ممكن تكون دولة جامعة عادلة للشعب كله أو تكون دولة مفرقة قائمة على الطائفية. مشكلة الأول دولة تعتبر وطنية لأنه ما كان في عدن إلى 67 هي دولة تحت الاستعمار على الأقل، لكن أول دولة وطنية قيمت في المنطقة في 1924 طبعا بعد خروج العثماني بعد خروج الأتراك من اليمن، كانت أول اسمها المملكة المتوكلية الهاشمية في منطقة وبعدين سموها المملكة المتوكلية اليمنية. أول كان الهاشمية، طبعا جو اللي حول الإمام وقالوا هاشمية أنت تحدد المملكة في 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 أسرة يعني، وبالتالي هذا ممكن يثير عليك كل قبائل العرب اللي حواليك يعني، فبالتالي سميها اليمن، عندك إلى طائف عندك إلى عمان عندك إلى، فهذه كلها يمن وامتد. فطلعت بهذا يعني تأسست دولة على هذا الأساس، على أساس أطماع توسعية للأسف الشديد يعني هذه حصيل، وقامت بعدها الحرب على عسير وعلى طبعا على دارسة، وقامت بعضها حرب في الحديدة وبعدها حرب البيضاء وحرب الضالع، فبالتالي قامت على أساس توسع. ثاني شيء الدولة لم تقم على أسس دولة مثل المواطنة، دولة هذا يعتبر نفسهم هم فئة إن الوصاية والولاية لهم، هذه حق إلهي لا أحد يخالفهم فيه، وقاموا على هذا الأساس، فاستخدموا القبيلي واستخدموا العسكري كأدوات لهم. تحول العسكري والقبيلي مع الوقت ومع الأيام إلى قوى نفوذ، فأفقدوا الدولة سيادتها وأفقدوا الدولة مضمونها، فأصبحت الدولة مجرد هيكل. جاء 62 على أمل أنه وكانت في محاولة بناء دولة فيها، رجعت القوى التقليدية وتحالفت مع الملكيين وتحالفوا بعضهم وانقلبوا على الـ على الـ في 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 67 وفي 70 او بعد التهاب المصالحة رجعوا نفس القوى وتقاسموا السلطة. حاول ابراهيم الحمدي يقيم دولة مواطنة وفعلا عمل في 3 سنوات ما لم يعملها اي من الزعماء خلال في 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 صنعاء خلال العشرات السنين، رجعت تحالفت عليه نفس القوى العسكرية والقبلية والدينية وتخلصوا منه، حتى جاء علي عبد الله صالح قال لهم تعالوا ايش تبغون انتم، ايش تبغوا تعالوا الاخوان المسلمين يلا احنا معنا حرب مع الجبهه الوطنيه في 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 المنطقه الوسطى وافتحوا معاهدكم ونظموا انفسكم، تعالوا يا الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر والقبائل خذوا من الاموال وخذوا من السلطه، وبقى قال العسكر حقي انا، وبداوا كل واحد ينمي نفوذه. اصبحت الدوله مجرد علم ونشيد وتلفزيون لا غير، لكن حتى القضاء لا يوجد، حتى القضاء اصبح لكل شيخ سجن عنده، الناس يتحاكموا، الدولة تروح تتحاكم عند الشيوخ، تتحاكم تعدل لهم وتعدل للقبائل، فأفقد فصارت الدولة. الحوثي لم يأتي ماذا نقول عفوا عشان هذه المشكلة، ماذا نقول للشباب الذين الآن موجودين في ساحات وميادين عدن ويحتفلون بهذه الذكرى حقيقة، حتى نستفيد من التاريخ حتى لا نقع في حتى لا نغالط أنفسنا ونغالط أجيالنا القادمة، نكون شفافين يعني. أنا أول ما أحذر منه، أول ما أحذر منه، أنا أحذر ثم أحذر من التطرف في كل شيء، التطرف الديني، التطرف القبلي، التطرف المناطقي، التطرف السياسي تحت أي شكل من الأشكال. نحن أبناء وطن واحد، نختلف نتفق نمشي على ما نتفق عليه، نختلف نخليه للحوار بيننا، لكن لا يمتلك أي شخص حق إقصاء أي أحد من حقه في حق هذه الأرض. هذه أول المسألة، وهذا اللي مورس خلال السنوات الماضية فعلا. نحن خلال يعني بسرعة كذا بعطيك مياه، من إقصاء جبهة التحرير في عام 67 بعد الحرب الأهلية إلى إقصاء في الضباط في 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 68 إلى إقصاء قحطان الشعبي وشله معه إلى إقصاء واللي تم تصفيتهم في السبعينات إلى إقصاء سالمين إلى إقصاء كل إقصاء، لا هذه علينا حلت علينا لعنة الإقصاء إحنا في الجنوب، وبالتالي على الشباب أن يعوا، وأقولها لهم وأقولها لكم ابتعدوا عن المناطقية عن القبلية عن ثقافة الحقد عن ثقافة، انظروا للمستقبل، دعونا نعيش ثقافة التخوين للأستاذ أسد. نعم لا لا أنا ما أخون، شوف أنا ما أخون، أنا أنتقد في مثلا ممكن نحن وجهة نظر أيوة لا لا رؤى، شوف في فرق أني لما أنتقد سلوك سياسي أو سلوك معين، هذا في فرق، الخيانة لها مع تعريفات أخرى، أنا لم أخون حد، أنا لما أنتقد البيض ولا علي ناصر ولا حيدر فأنا أنتقدهم كسياسيين مسؤولين عن مرحلة، فأنا أقولها لهم يعني أنتوا أديتوا ما عليكم، نجحتوا كثر الله خيركم، ما نجحتوا سامحناكم، بس أتركوا
اتركوا هالاجيال الجديده. أيوة، في اجيال مؤهله ومتعلمه ومثقفه وتحمل اعلى الشهادات ومن احسن الاماكن ويعملوا في احسن الاماكن ويديرون مؤسسات بحجم دوله الجنوب. فخلوا الناس، اعطوا الجيل، انتم ابتعدوا، انتم خلاص كفايه عليكم ما عملتوه. يعني رسالتي للشباب ان لا تعلقوا بهذه الديناصورات، للاسف الشديد ابتعدوا عنهم. هؤلاء هم من اوردنا هذه الحروب وهذه المهالك، وساهموا، ليست كلها هم سبب فيها لكنهم ساهموا فيها بشكل آخر. لذلك دعونا نستنشق قليل من المستقبل، نأمل لأطفالنا أولادنا أنه في يوم نعيش مثل الآخرين. يا أخي احنا نحمل جواز الآن، ما حد يخلينا نمر حتى مرور يعني في مطاراتهم. القبائل ماذا تقول؟ كملنا رسالة، كملنا رسالة القبائل. القبائل شوف شوف أنا لا حتى لا يعتقد البعض أنه أنا قبيلي ابن قبيلي، لكني أنا ضد العنصرية القبلية أو ضد السلوك القبلي من أي كان. القبائل لها شروع، شروعها هناك في أعراف عادية، لكن أنها تتحول إلى عنصرية فهذا أنا من أشد المعارضين. أنا يقولون لي ليش ما تسمي نفسك ابن قبيلة الفلاني، أقول لهم لا، أنا حسين لقور بن عيدان باسم أسرتي. اللي يبغى يعرف عني أنا منين هذا الشيء شغله، لكن أنا ما أحب هذا الأمور. لذلك أدعوهم فلان بفلان العولقي، فلان بفلان اليافعي، فلان بفلان مش عارف ايه، فلان يا اخي حلوا عني. قبل 30 سنه ما كنا نعرف هذا الاسماء، تحولتونا في ليل وفي يوم وضحاها الى قبائل. يعني هذه الثقافه اللي حاول يزرعها علي عبد الله الصالح فينا يجب الابتعاد عنها. سقوط يعني انا ما عندي حتى لقب شيخ. احنا تعرف احنا عندنا ما عندنا لقب شيخ في مرقتنا، عندنا مقدم وعاقل. مقدم وعاقل في حضرموت وفي او العاقل. ادخلوا علينا الالقاب هذه واحنا لا نعرفها ولا نريدها. يعني وين مشايخ الشيخ؟ حتى الشيخ عثمان جابوا لها شيخ، حتى عدن جابوا لها شيوخ. يا أخي تقول لا فينا. شبابنا رسالتي لكم، ابتعدوا، انظروا للمستقبل. أنتم شباب مؤهلين ومتعلمين وقادرين على إدارة بلدكم، لا تنظروا لما وراءكم، فقط خذوا من ما وراءكم، استفيدوا من الأخطاء وخذوا من الأشياء الإيجابية خطوات إلى الأمام توصلنا إلى مستقبل جديد للأجيال. والله المستقبل أنا أراه أمامي منير إن شاء الله بإذن الله، وأملنا كبير. لأنه تضحيات الناس اللي ظهرت في خلال الفترة العصيبة هذه في عدن يعني وصمودهم، أنتم تعرفوا أهلنا وكلنا لنا أقارب وأهلنا في عدن، أنا بيتي في عدن ولأقارب، كانوا يأكلوا بوجبة واحدة، كانوا يأكلوا وجبة واحدة في اليوم في الحرب هذه، في الحرب هذه فعلا، وصامدين ويقاتلوا ولم يخرجوا من عدن إلا القلة اللي طبعا ظروفهم خاصة قادم توفر الخدمات وكذلك. بالتالي هذه رسالتنا فيها لشبابنا في هذه المناسبة، نريد مستقبل جديد، نريد أيام أحلى، نريد عدن اللي تخرج فيها يعني والله ما كانت حتى بيوتنا في خور بكسر ما كان عليها أسوار، والله ما كان عليها أسوار، كان الواحد ما تعرف يعني الباب لا يدق على الباب ولا على النافذة عندك يا أخي، كانت تنام وبابك مفتوح والله العظيم، كانت في الكريت. طيب أوكي، السؤال الآن للأستاذ علي المصعبي. أستاذ، من خلال دورك أنت في كأمين عام حزب جبهة التحرير ورئيس مجلس أبناء بيحان، دور الشباب في المناطق المحررة الآن ما دورهم؟ والله الشباب هم الركيزة الأساسية يعني، وكلام الدكتور والكلام الذي طرحه الدكتور هو انطلق بكل آلامه وبكل ما لمسناه من مشاعر فياضة لديه، هي انطلقت من هذا الأساس. فهم إذا 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 لم يعوا هذا الأمر فلن يكون هناك مستقبل. الشباب هم عماد البناء، الشباب هم الذين بهم استطاع الجنوب أن يتحرر، وهذا أمر حقيقة يعيها من يعيها ويغفل عنها من يغفل، ولكنها أمر واقع كما ذكرتي. بالنسبة للإشكالات القائمة حاليا، انا احبذ ان اعرج نوعا ما على الدلالات السياسيه لهذه المناسبه نحو المستقبل، وكذلك ربطها بالمجريات السياسيه الحاليه. نحن شاهدنا خطاب كان للمدعو عفاش بهذه المناسبه ويتحدث فيها عن موضوع الثوره الام والثوره. انا حقيقه والدي رحمه الله والكثير يعلمون من هذا، هو كان من مفجري ثورة 26 سبتمبر. نعم. إلى جانب علي عبد المغني القائد الفعلي لهذا الثورة، وكذلك ساهم أيضا في ثورة 14 أكتوبر باعتبارها أيضا جنوبي الهوى والهوية. ولكن ما, 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 ما نعلمه وما وجدناه من وثائق، لم نسمع عن حديث الثورة الأم والثورة الأب. لا والثورة لا يعني ولكن, 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 ولكن هو محاولة من ضمن برنامج الإلحاق.
هناك ندية، هناك من فجروا ثورة 26 سبتمبر من الجنوب. نعم. فلماذا أنت في كثير من المواقع. بالضبط. فلماذا نعم. أنت فلماذا أنت يعني تحاول في حجة. بالضبط. فلماذا أنت تحاول أنت تجعل ثقافة الضم والإلحاق لها بعدها التاريخي، أنه حتى في الثورة كان ثورتهم ثورتنا الأول وتبع بينما إحنا كنا نتحدث عن منطقة يمنية وعن هم وعن هم واحد. هذا من جانب. من جانب آخر نحذر، يجب أن نتجاوز كل ذلك، نحذر من خلال هذه المناسبة، نحذر من خلال هذه المناسبة ومن خلال أيضا هذه القناة الطيبة عن قبول أي تسويات سياسية لا 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 تزيلهم من 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 الخارطة السياسية ومن سلاحهم الذي يملكونه. لماذا أستاذ؟ الحوثيون وعفاش لديهم سلاح، وعلى مر تاريخهم من يقرأ الأحداث ومن يقرأ منذ قيام الحوثيين إلى الآن، كانت النقطة التي تضعف من يحاربون الحوثيين أن التسويات التي تتم معهم والتهدئات التي تتم معهم في طيلة هذه الحروب كانت تستبقي عامل السلاح معهم. فلذلك عامل السلاح لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل ذمة ولا أهل عهد ولا ميثاق، ولا يجب أن يتم الثقة بهم إطلاقا مهما كانت. فبالتالي رقم واحد، إذا كانوا هنالك فعلا إيمان بأي تسويات لا تستثني إرادة شعب الجنوب، وهذا الأمر لا 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 لا, لا غبار عليه، لأننا نعلم أن الأحرار في المنطقة اليمنية ليسوا ضد إرادة شعب الجنوب، وأن الإرادة هي 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 حرة وواحدة وتعتبر كالموج والسيل العرم الذي لا يستطيع أحد أن يقف ضده. فهذا الأمر هو الذي هو ما نحذر منه، عدم قبول أي تسويات سياسية تستثني هذا الأمر. كذلك أن تكون التسويات السياسية قائمة على رؤى جديدة. نعم. وفق المعادلات الجديدة. أنت تحدثت عن أثناء الشريط الرائع التاريخي عن أمر مهم في غاية الأهمية حول مثلث الحرية. إن سميت أنت مثلث التاريخ نحن نسميه مثلث الحرية. فعلا أنت عندما تأتي إلى تصنيف الوضع، من الذي يقاتل في 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 في, في, اليمن. في مناطقنا اليمنية في الشمال. نعم. بالتحديد من الذي يقاتل؟ تجدهم فقط أبناء مأرب وجزء من البيضاء، بالإضافة إلى 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 إخواننا في تعز وكذلك الآن حاليا في إقليم تهامة. غير هذا الأمر الأمور بردا وسلام. وأنا أقول حتى لكل إخواننا، أنا سأصرح تصريح قد لا يقبل البعض أو قد لا يبتسم إليه الكثير، الخريطة الجنوبية ليست بالتحديد إلى كرش، ليس يمكن لا 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 في 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 كل مراحل الدول التي أنشأت على مر التاريخ تتغير معالمها الجغرافية. فلماذا لا تكون أبعد من ذلك وتكون هنالك دولة إن لم تنتفض تلك المناطق التي ما زال الحوثيين فيها يحرر نفسها. وأنا أؤيد كلام الدكتور بأنه للأسف الأمور في صنعاء ما زالت بردا وسلام، في دمار، في 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 صعدة، في الجوف. لا الجوف قد نقول هناك نوع من الانتفاضة فيها، ولكن بالتحديد في حجة وغيرها هنالك برد، حيث الكثافة السكانية المتواجدة. تعز تعاني من قتل وذبح لأنها بدأت فيها حرية ومنبع حرية، واستطاعوا شراء بعض الذمم داخلها بالإضافة إلى تواجدات المؤتمر الشعبي العام وخلافه، وبالتالي عانت تعز معانته. هنالك منطقتان إذا أردت أن تأخذهما بالمقارنة مع فارق حبنا لعدن وانتماءنا لعدن، ستجد أن ما أشبه ما حدث في عدن من مآسٍ إلى الآن لم يستطع الإعلام أن يوصلها بشكلها الصحيح. كذلك هناك منطقة أخرى هي مدينة تعز، عانت من هذا المآسي، وتعز كنا لها كجنوبيين حب وتقدير، فقد احتضنتنا في 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 أهم مراحل التاريخ. إلى أمس فقط 830 طفل. لا إله إلا إلى أمس فقط عدد الذين تم اقتناص قنصهم فقط 33 طفل قنص، يعني أطفال فقط. تفضل دكتور. يعني الأستاذ علي غرد بنا بعيدا، ونحن نتكئ على هذا الحدث التاريخي لنستفيد ونفيد ونرسل رسائلنا لقادم الأيام. الرؤى الجديدة أستاذ، الرؤى الجديدة. الرؤى الجديدة هنا في اعتقادي يعني 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 لا 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 يعني طبعا أنا في اعتقادي أنه الآن بعد عاصفة الحزم لم يعد هناك أي مرجعية سياسية قديمة، لا مخرجات الحوار سقطت، لا المبادرة الخليجية سقطت، لأن المبادرة الخليجية أعطت عفاش يعني الضمان والحصن، وبالتالي هذه أصبحت ساقطة بقرار مجلس الأمن اللي يفرض عليها عقوبة والجرائم الحرب اللي ارتكبت
من قبل قواته، وبالتالي هذا يتطلب انه عرض على كمان التحالف أيوه والجرعان. هذا الامر. الامر الثاني بالنسبه لمخرجات الحوار، مخرجات الحوار كانت قائمه بين قوى سياسيه التي دخلت الحوار الوطني في 2014 2013، كانت قوى سياسيه، كان عبد على المخلوع ما يمثله من قوة عسكرية، وحزب المؤتمر والإصلاح ما كان يمثله من نصف الحكومة، والحوثيين كقوة صاعدة، وبالتالي دخلوا، هم اللي دخلوا وأوجدوا مخرجات الحوار. أدخلوا الحراك الجنوبي بمجموعة، انقسموا، جزء منهم خرجوا لا يمثلون حتى 5% أو من الجنوب، يعني صح أنهم سموها مناصفة 50-50، لكنهم راحوا جابوا أعضاء المؤتمر الشعبي وأعضاء الإصلاح ودخلوهم. طبعا هؤلاء يعني كمان سياسيين، لذلك تغيرت بعد عاصفة الحزم وبعض الآن تغيرت ميزان القوى الفعلية على الأرض وموازين أفعال هذه القوى. الإصلاح مهزوم نفسيا ومعنويا، كونه لم يدافعوا عن منازلهم في صنعاء، خرجوا مهزومين، وهذه خسارة يعني معنوية. أنا 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 سأتحفظ على لا بعض لا لا أنا أنا أحلل أنا أحلل نعم. وتتفق معي ولا هذا نعم. طبعا نحن نقبل بهذا نعم. المؤتمر طبعا الآن شرذم وتقسم، قوات علي عبد الله صالح ضربت ضربة لا يمكن تكون فيها، الحوثيين ضربوا، قد يكونوا عادهم الآن لديهم إمكانية للاستمرار لكنهم ضربوا في عمقهم، سينتهون ضربوا. سينتهون أيوه. لأنهم كانوا هذه القوى مشروع أيوه. الوطن بالتالي أيوه. هذه القوى ما عاد هي القوى الفاعلة على الأرض، موازين فعلها على الأرض تغير يعني قل. بالمقابل في أنت عندك قوى جديدة صاعدة، قوى المقاومة الجنوبية، قوى في مارب مهما كان، قوى التعز، هذه قوى صاعدة جديدة. بالتالي هذه الآن أي حوار سياسي قادم أو أي حلول طبعا يجب ان تكون هي موجوده، وهي التي تكون ايضا قوه يعني تضرب الطاوله. لذلك انا اعتقد انه كل مخرجات الحوار اللي كان هذه اصبحت من التاريخ، يعني لم يعد احد فقط هي اكليشه تقال في الاخبار او في المؤتمرات الصحفيه. المبادره الخارجيه محصنه على عبد الله صالح، يلا تعالوا يلا انا موافق، بقول لكم انا موافق على المبادره الخليجيه انا محصل. طيب يعني هذا الحوار في هذا على فكره يحتاج الى تأصيل وتفصيل أيوه. ويحتاج الى سياسي غيري عشان يناقشك فيها دكتور، لكن احنا نستغل الفرصه نعود لسؤال الاخت الكريمه، هي سالتك سؤال الرؤيه الجديده أيوه. الرؤى انا اعتقد انه الان طبعا ما في مرجعيه غير مرجعيه القرار 2216، هذه يجب تكون يعني مرجعيه. وانا حقيقه عجبني في الاستاذ الدكتور رياض ياسين وفي الرئيس لما قالوا صراحة يجب أن يعترفوا ويقروا بهذا القرار، هذا كويس. بعد كذا أنا أعتقد أنه هزيمة المشروع الحوثي سياسيا وفكريا وعسكريا دون إقصاء، عسكري يجب ألا تبقى لديهم كما قال الأستاذ علي يعني أي قوة عسكرية. سياسيا أهلا وسهلا، لكن هذا لا يعفي قادتهم من العقوبات الدولية نعم. ولا يعفيهم من محاكمات في جرائم الحرب اللي ارتكبت يعني قادوها ضد كل المنطقة يعني. لذلك أنا أعتقد أنه دون أفق سياسي على هذا الأساس، وعلى أساس لأنه شوف القوى السياسية إخواننا في الشمال أو ما يسمى في الشمال، هؤلاء لا يذهبون إلى معارك أو إلى حروب كسر عظم، هذه يعني تصل في النهاية إلى توافق من صلح دعان بين بين الأتراك والإمام إلى صلح الجمهوريين والملكيين في السبعينات، وهذا اللي جرى الويلات إلى صلحهم مع الحوثيين إلى صلح. بالتالي لا، هذه المرة يجب أن تكون الصورة واضحة، بناء دولة جديدة في صنعاء قائمة على المواطنة لأبناء، سواء بقوا في فيدرالية بقى الجنوب خرج، بس دولة مواطنة حقيقية لا فيها سلطة لا العرق ولا السلالة ولا القبيلة على ولا منطقة ولا هيمنة أنا. هذا هو الأمر الثاني. طبعا يعني في الحلول للمنطقة والرؤى أنا أعتقد أنه قضية الجنوب كما قال الأستاذ علي لن تحل الآن إلا بخيارات شعب الجنوب. قال شعب الجنوب نبقى مع الوحدة يبقى مع، قالوا نبقى في فيدرالية نبقى في، قالوا ننفصل، هذا حق، وهذا أعتقد أنه طبعا حلول مرضية. أما إبقاء يعني إبقاءنا في نفس الصراعات وبنفس يا أخي والتغيير، هذه أنا رسالتي الأخيرة يعني لأخواننا والأبناء، التغيير يحتاج إلى أدوات جديدة لا يمكنك أن تحدث التغيير بنفس الأدوات القديمة. وأنا شخص إداري وأعرف هذا، أنا لما أجي على إدارة جديدة ولا شيء أشوف الأدوات القديمة التي أوصلت المؤسسة هذه إلى هذا الفشل، أقول لهم مع السلامة، أدوات جديدة تعالوا بأفكار جديدة. فهذه ما أحتاج، ما نحتاجه هو تغيير في كل العواصم، في عدن وفي صنعاء،
التغيير بأدوات جديدة. أما الوجيه التي لها 60 سنة وخمسين سنة تتداول مراكز النفوذ والسلطة فهذه مكانها لا يأتي منها الخير لا 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 وهي مجربة يعني تبعد أو من أجرم منهم يحاكم على جرائمه. لهذا هذا الحل اللي أعتقد الرؤى اللي ممكن تخرج هذا البلد حرام. طيب دكتور دكتور علينا. دكتور حسن حقيقة كلامك إن شاء الله وصل وواضح ورسائل مهمة في هذا الظرف. يجب أن نكون شفافين، يجب أن لا نغطي عين الشمس كما يقال بمنخل زي ما نقول دائما. الوضوح هو الطريق الأوحد والأسلم لحل مشاكلنا وقضايانا. خلينا نذهب إلى عدن لنرى ماذا يحدث اليوم في عدن. هناك احتفال، هناك مشاعر جياشة، هناك شعور بنوع آخر من النصر. حقيقة كنا نحتفل قديما نفرح بالإجازات التي تأتي بهذه المناسبات، لكن اليوم ساحة العروض ممتلئة. كانوا يخرجوا لنا طابور ما سيودونا الاحتفالات، الحين الناس يجي من نفسها يعني. تقديم عروض عسكرية للشباب الذين شاركوا في المقاومة خلال الفترة الماضية وأبلوا بلاء حسنا. نتذكر اليوم حقيقة الشهداء، نتذكر أمهات الشهداء، نتذكر الجرحى. يا دكتور كم كلمنا في هذا الموضوع وقلنا إن الركون إلى هؤلاء أو يعني هؤلاء علينا أن نضع يعني حقيقة في بالنا شيء مهم جدا. وأنا قلتها لما في مرة سألت عن ما هي المهام التي أمام هذه، قلت في 4 مهام أمام هذه. أول المهمة اجتماعية، رعاية أسر الشهداء، رعاية الجرحى، تقديم الخدمات لهم، توفير لهم حق العيش الكريم النظيف، هذا يعني أمر مهم. اقتصاديا عليه مهمة أنه فتح فرص العمل، إعادة تحويل، تشغيل البنوك، تشغيل البنك المركزي، تشغيل مؤسسات الدولة، الناس تشتغل تبدأ تحصل عائد، دفع مرتبات الناس. الموضوع الآخر اللي هو السياسي وهو احتضان المقاومة وأهالي المقاومة والجرحى اللي قاتلوا، وبالتالي دمجهم وتفاهم معهم على تسيير المرحلة الحالية على الأقل حتى لا يحصل إشكال ولا تصادم، لأنه المخاطر وايدة. عفاش لم يخرج، إذا خرج في زيها الرسمي العسكري لكن عناصره موجودين. وصدقني أنا فكر الفساد غير هذا فعلا. أنت لما تيجي تشوف مثلا جل الموظفين هم من أتباع علي عبد الله صالح بغض النظر عن جنسيتهم أو عن جنوبيتهم، بس جلهم من أتباع علي. هؤلاء لا زالوا يحلمون بعودته، لا يغرك ولا يتصدق هذا. لذلك على هذه أن يتخذ كل قرار بتصفية هذه العناصر التي ما زالت. عفواً حدد معنى تصفيتها. عفواً لا تصفيتها من لا 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 أنا أقصد أنا تصفيتها عندي بالنسبة لي تنقية الإدارات من مناصبهم من مناصبهم يعني. لا لا ما عندي يعني. لذلك أنا أعتقد أن هذه المهام الأساسية أمام يعني أمام حكومة بحاح، أنه رعاية الشهداء الجرحى يعني. يمكن أنا على علاقة بهذا الموضوع يعني علاقة شخصية، طبعا أنا لعلمك مستثنى من أي عمل إغاثي، لكن أنا علاقة شخصية بالجرحى يعني، كنت تواصل مع كثيرين ومع بعض الزملاء. فلذلك إذا لم تأخذ هذه الأمور حتى تشعر الناس بقيمة الانتصار. ما معنى الانتصار؟ انتصرنا على من؟ ما معنى التضحية؟ علم هؤلاء الناس لما خرجوا في عدن لم ينتظروا تليفون من أحد يقول لهم خذوا سلاح ولا خذوا فلوس وروحوا قاتلوا. حملوا السلاح، كانوا من 3 شباب يحملون على رشاش واحد. دكتور اليوم في حقيقة اليوم الأمن الذين يحفظون هذه المسيرات هم أبناءها. نعم. ما هو هذا جميل. معلش أنا 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 لي تعليق موضوع على معلش يعني تفضل. إحنا الدكتور كلامه شيق يعني شهد الله، وأنا أحبذ خاصة عندما أجد عقليات مثله أن أكون مستمع أكثر من أني متحدث، ولكن إحنا في على الهواء مباشرة. لابد أن تدلي بدلوكنا في موضوع الشهداء والجرحى. فعلا كما تطرق الدكتور بأنها أولوية من أولويات الجميع، ولا نقول فقط أولوية من أولويات النظام أو السلطة أو الرئاسة أو الحكومة. ولكن في حقيقة الأمر أنا في أمر معين أريد أن أتحدث عن قناة عدن الرسمية. احنا الان ندعو الى مرحله انه المرحله القادمه يجب ان تكون مرحله جديده وبالتالي مبنيه على الشفافيه. فانا اقصد انه جميل ان نتحدث عن اراده شعب الجنوب هنا، جميل ان نتطرق الى 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 راي شعب الجنوب وان لم يخالف او ان لم يتواكب مع بعض. وعدن وابناء عدن نحن نريد وقناة عدن ولذلك عشان اؤكد هذا الموضوع،
نحن يجب أن نتحد في شيء ونختلف في السياسة، قد نختلف في السياسة بالضبط، نختلف بالضبط في الآراء، لكن لا لا أنا أرى تلك الصور أخي فؤاد، أنا أرى تلك الصور الآن وأنا في غاية الفخر بهذا القناة، أرى تلك الصور وتلك العلامة التي ترفرف بغض النظر نختلف معها نتفق معها في جوانب معينة في مراحل تاريخية، ولكن وجود هذا الصور الآن في قناة عدن لها دلالات وتعكس الأشياء الكثير. بالعودة إلى موضوع الجرحى والشهداء، أتمنى من القناة أن يكون لها أيضا تواجد من خلال تواصل مباشر بهم، هناك اتصالات لا 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 سأقولها بكل صراحة بالمئات وليست بالعشرات، تأتينا من الأردن، تأتينا من جيبوتي، تأتينا من الداخل حتى عن معاناة هؤلاء الجرحى، عن لنقل كذلك عن محاولة البعض للأسف الشديد أن يمارس نوع من التفرقة. أنا بالنسبة لي أعتبر أن الجريح من تعز والجريح من الحديدة يفترض أخلاقيا أن يكون شأنه شأن الجنوب، شأنه شأن أي جريح جنوبي في ظل معركة اتحدنا نحن في الجزيرة العربية كاملة، الذي يفكر غير ذلك فما فهو مريض. فما بالك فما بالك أن تأتي الشكوى من بعض البسطاء الجرحى من أبناء الجنوب من الأردن ومن أماكن أخرى، أنا لا أريد أن أسمي، لا أريد أن أتحدث عن أسماء، ولكني أريد أن أحملهم المسؤولية وأن عليهم أن يخشوا الله في هذه المسؤولية. التحالف ودول التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لم يقصر، وكذلك دولة الإمارات لم تقصر، وكل الدول المعنية وكذلك كل فاعلي الخير كما تطرق الدكتور يسهمون، ولكن على الجهات المختصة أن تقوم بواجبها، عليها تحمل مسؤولية الموضوع، ليس موضوع إعانات وليس موضوع لنقول هناك موازنة معينة أستطيع أن أرتزق منها، الأمر ما فيه أرواح ناس ودماء ناس، الدماء تلك التي سقطت، الجراح تلك التي أصيبوا بها سيقلدها التاريخ، أولئك قاموا بدور كبير، إن لم نشعرهم بأهميتهم، إن لم نقم بواجبهم فماذا؟ المعركة ما زالت قائمة للآن، من الذي سوف يخرج يقاتل؟ إذا كان هناك نوع من التقصير ونوع، فهذه رسالة نقدمها من خلال هذه المناسبة الطيبة إلى للعناية بكل أسر الشهداء وكذلك الجرحى، وسألنا الله سبحانه وتعالى أن 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 يحسنوا الأمر وأن يصغوا إليه أو يتم استبدالهم بمن هم أكثر كفاءة للقيام بهذا الأمر. إذن صوتك وصل أستاذ علي على هذه المداخلة لشأن الجرحى المتواجدين خارج الوطن والدور المناط بالجهات المسؤولة للوقوف بشكل جاد معهم. إذن نخرج فاصل ونعود من جديد. بلدنا من أجل الثورة تنبحي والكل يبكيها، يا بلدنا من أجل الثورة تنبحي والكل يبكيها، ونكافح من أجل العزة ومجدنا لابد نحيا بإرادة وعزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية بإرادة وعزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية ونبقي في البلاد إلا على جنب النار. الله الله يا توبة، الله الله يا توبة، الله على روحك إلى لبنى لأله فجره من جديد، راح أشرقه للطغى من بعيد، راح أشرقه للطغى من بعيد، بالنار 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 والحديد، بالنار 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 والحديد، كم تلقى الطغى من دروس الإبان، كفروا بالحياة واستحبوا الفناء، كم تلقى الطغى من دروس الإبان، كفروا بالحياة واستحبوا الفناء، رغم قوتهم عرفوا من أرد، رغم قوتهم عرفوا من أرد، أنا حامل حما بلادي هنا، أنا حامل حما بلادي هنا، بالنار 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 والحديد، بالنار 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 والحديد، بالنار والحديد.
من جديد فهنيئا له كجره من جديد لاح اشراقه للطغى من بعيد لاح اشراقه للطغى من بعيد بالنار 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 والحديد بالنار 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 والحديد نفتخر بالشهيد في سبيل الوطن كان في رسفان او بتربة عدن نفتخر بالشهيد في سبيل الوطن كان في رسفان او بتربة عدن ضحى من اجلنا يا له من شجاع ضحى من اجلنا يا له من شجاع وعدو الوطن قد تلاشى بالنار والحديد بالنار والحديد بالنار والحديد بالنار والحديد بالنار 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 والحديد ما بدي ما حيد حتى يفنى الزمن وزعيم جمال رغم كل الفتن ما بدي ما حيد حتى يفنى الزمن وزعيم جمال رغم كل الفتن أنا صوتي هنا والصدى في اليمن أنا صوتي هنا والصدى في اليمن وغدا نلتقي مهما كان الثمن وغدا نلتقي مهما كان الثمن بالنار 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 والحديد بالنار 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 والحديد نار والحديد والكفاح المجيد بالنار والحديد والكفاح المجيد يا شعب الشديد فهنيئا له فجره من جديد فهنيئا له فجره من جديد لاح اشراقه للطغى من بعيد لاح اشراقه للطغى من بعيد بالنار 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 والحديد بالنار 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 والحديد خمسون عام على خروج المستعمر البريطاني من أرض الوطن وثلاثة أشهر على خروج الغزاة ميليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح من عدن ولحق وأبين. إذن الفرحة كبيرة دكتور حسين بخروج ميليشيات الحوثي وعفاش من عدن بالتحديد. إذن نشاهد الفرحة في ساحة العروض والشباب هناك في مسيرة مليونية تحلق في السماء، ماذا تقول لهؤلاء؟ طبعا يعني من حقنا أن نفرح حقيقة بعد الآلام، يعني الآلام نحن
يعني قد لا نكون مثلا مس يعني لامستنا مباشره لكن كنا لنا اهل واقرباء واصدقاء ومعارف وشعرنا بهم ونعرف كثير من شخصيا من الناس من اللي جرحوا واستشهدوا وذا في التالي يعني فرحتنا يوم 14 يوليو ويوم 16 يوليو طبعا يوم 14 يوليو يوم دخول مطار خور مكسر وتحرير المطار والدخول الى خور مكسر ويوم 16 لما استكمل التحرير بالدخول للتواهي والمعلة طبعا هذه ايام لا تنسى في حياتنا ولا يمكن انساها ونعتبرها من ايام المجيده في تاريخنا لان هذه كانت يعني فعلا يعني مقاومه حقيقيه نابعه من الناس وطبيعه الناس ضد عصابات مجرمين عصابات قتلة تمثل رموز فساد وقتلة فبالتالي كانت لها معاني كبيرة جدا يعني والخلاص منها كان يعني فعلا يعني بالنسبة لنا يعني خلاص من 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 كابوس يعني كنا يعني تعيش عدن بدون ما يكون فيها أي من يعني جنود هؤلاء العصابات يعني كان يعني شيء جميل لذلك اليوم أنا ما أحب أن أؤكد على أخواننا أولا أنه نستغل هذه الفرصة أولا لإعادة الحياة المدنية إلى عدن السلاح يجب أن لا يحمل إلا من قبل من هو مصرح له من الجهات الأمنية والجهات الأمنية كلهم أبناء المدينة وأبناء المنطقة وحقيقة وأنا أشد على أيادي الشباب الذين يقيمون النقاط سماهم أحد الصحفيين في قناة ما ميليشيات الميليشيات التي تعمل نقاط التفتيش قلت له انتبه أنت تتكلم على مناضلين هذا مش ميليشيات هؤلاء مقاتلين لم يذهب إلى مكان هؤلاء مقاومين وما يقومون به اليوم من جهة يحمي منطقة في حماية أملاك الناس وأعراضهم وأرضهم هذا يشكر عليه يعني فهم ليسوا ميليشيا هم فعلا مناضلين لذلك نطلب منهم الحفاظ على الملكيات العامة على الحفاظ على الملكيات الخاصة على عدم التعدي على أراضي الدولة عدم التعدي على أملاك الدولة عدم التعدي على لا يسمحوا لهذا لأنه نحن ننتظر منهم الكثير نحن ننتظرهم أن يأخذونا إلى المستقبل تعمير بأيديهم يأخذونا إلى مستقبل جديد خالي من هذا الأنانية خالي من يعني العشوائية نترك فيه للتنافس والتكافل مش تنافس فقط لا للتنافس والتكافل يعني القوي يساعد الضعيف والمتعلم يساعد الجاهل وهكذا يعني لكن أيضا نعطي فرصة لهذا الشباب ينطلقوا ويأخذونا معهم إلى مستقبل جديد خالي من هذه السلوكيات سلوكيات البسط على الأراضي سلوكيات الاعتداء على الأملاك العامة على المدارس على المؤسسات على يعني حقيقة هذه لا تليق بمن ضحوا بمن استشهدوا بمن قدموا أرواحهم بمن مستعدين لتقديم أرواحهم بمن وما زالوا يخرجون في هذه المناسبات يعني يحتفلوا لذلك أنا أشيد بهم وأتمنى عليهم وأرجوهم وأبوس على رؤوسهم صغير وكبير أن يحفظوا للمدينة بالذات هذه مدينة عدن أنا أنتمي إلى هذه المدينة برغم أني أنا جيتها وأنا شاب لكني أشعر أن هذه المدينة قدمت لي أكثر مما أنا كنت أحلم أدخلتني المدنية علمتني أعطتني أصدقاء لي كلنا يا دكتور فبالتالي من حقنا على هذه المدينة أن نحترمها نحترم ثقافتها نحترم نتعدن يا سلام نتعدن يعني يجب أن نتعدن معناته أنه أنا أكون مسالم أنا يعني وأنا الحمد لله يعني لا أتفاخر بهذا أنني لا أحمل السلاح ولا أملكه برغم أني أنا من منطقة كلها يعني مسلحة لكني أنا من بين أهلي الوحيد اللي لا يمتلك قطعة سلاح حتى مسدس ما عندي شخصي أنا رجل هكذا فكري ولساني وقلمي ما عندي فقط ما عندي وعلمي اللي أخدم به يعني الآخرين لهذا هذا السلوك يعني يجب أن يكون يتمثل فيه أنا أخجل لما أجي أشوف حد من أسرتي ويحمل سلاح يعني ويصير معي يعني حقيقة ما أحب هذا المنظر علينا أن ندعم السلوك الحضاري للمدينة نعيد لعدن يعني زي زمان كانت الناس يطرحوا سلاحهم اللي يجوا من الأرياف في أبين وفي دار سعد فليكن هذا الكلام يا أخي ما يدخل المدينة سلاح إلا سلاح الدولة سلاح الأمن سلاح الجيش الوطني الجديد الذي يبنى الآن من أبناء المدينة ومن أبناء المناطق المجاورة للمدينة فلذلك هذه رسالتي لكم يا أخواني ويا أبنائي في أي مكان وفي هذه المليونية الجميلة أن تترفعوا عن هذه السلوكيات سلوكيات العنصرية القبلية والمناطقية والسياسية والفكرية وحتى الأسرية يا سلام. وخلونا ننظر إلى غد جديد حقيقة أنا أختي عبير زميلتي عبير أنا استمتعت وسعيد جدا بهذا الطرح الذي طرحه الدكتور
حسين ويشجعني شجعني ان انا اقول اطرح سؤال اخر للاستاذ. ماذا لو كنت انت القائم على برنامج احتفاليه اليوم المليونيه هذه مليونيه اليوم في عدن، ماذا كنت ستعمل؟ ما هي الرؤى التي تتصورها وتحب انه يعملوها؟ يعني زياره كذا، انشطه معينه؟ انا اعتقد لو كان الامر كما قلت، اولا لكان البرنامج الذي سنعمل عليه سيبدا من يوم 14 اكتوبر وليس سينتهي، بمعنى ان تلك المجاميع يجب ان تبقى ويجب ان تنتشر للقيام بعدة رسائل توصلها لبعيد وقريب. اولا نظافة عدن، للقيام بحملات تنظيف لمدينة عدن، كذلك لزيارة الجرحى، كذلك لزيارة أسر الشهداء، كذلك لا 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 لزيارة أولئك الجنود الذين لم يستلموا مرتباتهم إلى الآن من المقاومة ومن 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 غيرهم في شتى المرافق، لتعزيز معنويتهم، لرفع المعنوية لديهم. كذلك لا 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 لقمنا أيضا على الإسهام في نشر الوعي حول مدنية عدن، حول مجتمع عدن، حول مؤازرة أبناءنا في عدن، وأن هذه هي عدن، هذه هي عدن بجمالها، بمدنيتها، بسلميتها، وكذلك ببسالتها التي فاقت حد التصورات وفاقت حد كل التوقعات. فبالتالي هذه هي البرامج التي نسعى إليها دون عنصرية، دون أنت دون يعني ثقافة طائفية. أنت المشاهد الكريم إنك أنت كنت في الساحة، يعني أنا طبعاً أمين، وآخر واحد ربما خرج من الساحة بعد ما دخل الله. يسمعوننا الإخوان بأنه كانت لنا تجربة رائعة جداً في ساحة العروض في خور مكسر، حيث كنت أمين عام أو أمين سر الهيئة الإشرافية لعصام شعب الجنوب، وكذلك كنت أحد ناطقيها الرسميين، وكنت من وضع خيمته واستمر من أول يوم إلى أن دخل المحتل إلى خور مكسر. فحقيقة هناك كثير من السلبيات تحدث في أمور من هذا الجانب، ونحن نتحدث على مسألة الثقافة العامة لدى الناس. لا تستطيع إرضاء الناس، لا تستطيع أن تجعل الناس يتحدثوا بلغة واحدة، ولكن من حيث السلوكيات إذا أتيت أن تقارن ساحة عدن وساحة المكلا بساحات أخرى، لوجدت أن القتل في ساحات أخرى، لوجدت أن عمليات القمع داخل الساحات الأخرى، إنما في عدن. وهذا أمر أنا أتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى وبشهادة القنصليات العربية التي كانت مجاورة لنا، والتي كان هاجس الأمن جزء من الإشكالات التي جعلتنا في إدارة الهيئة الإشرافية بأن نعمل عليها. كانت سجلوا شهادة عظيمة بأننا كنا نتوقع حسب الفرية التي كان يقولها علي عبد الله صالح عفاش ومن معه، بأن الجنوبيين سيتقاتلون، بأن الجنوبيين سيختلفون، بأن الجنوبيين إذا تم استمرارهم في تجمع واحد لا يمكن أن يسدوا ولا يمكن أن يحدث بينهم، ولكن المشهد الذي عكسته ساحة العروض. ونحن لا نتحدث عن عمل قياسي 100%، نحن نتحدث عن نتائج العمل هذا، عن الملاحظ الذي شاهده العالم. أما بالنسبة للتباينات، وهذه طبيعة جيدة في الجنوبيين، أننا لسنا مجتمع متحد في الرؤى، نحن متحد في القضية، متحد في العزيمة، متحد في الهدف، متحد في أمور كثيرة، ولكن أيضا نقبل بعضنا ونقبل تباينات بعضنا في مراحل تاريخية كانت تمر بمراحل إقصاء، صحيح كما شرح الدكتور، ولكننا نتحدث الآن علينا نحن كأبناء هذا الجيل بأننا يجب أن نتقبل الآخر، ويجب أن نكرس عملية إدارة التباينات تلك فيما بيننا البين، بل يجب أن نتقبل الآخر الذي بسلوكيات 94 حولها إلى عدو، بينما هنالك حقيقة الشعب لنقول المجتمع منطقة يمنية واحد، أبناء تعز لهم الكثير وقدموا الكثير داخل عدن، ومن يستطيع أن ينكر ذلك. كذلك الإخوان في المحافظات المحادة للجنوب من أبناء مارب ومن أبناء البيضة، البيضة كانت جنوبية في التاريخ، فمن يتحدث عن أمر كهذا؟ يجب أن تكون ثقافتنا التسامحية إلى أبعد حد،
لا تنحصر فقط فيما بين البين كجنوبيين، ولكن أن تمتد رياحها وأن تمتد نسماتها العطرة إلى كل أرجاء المنطقة اليمنية، وتتجاوزها للمنطقة العربية وللعالم أجمع، لتثبت للعالم رسالتنا الطيبة. وهذا ما أردت أن أوضحه. إذن أنت أستاذ علي حددت أن العدنيين فعلا متعدنين بفكرهم بثقافتهم، لكل جماعة ثقافة فكر، لكن متحدين في الهدف، متحدين بالرؤية، متحدين حتى بالثقافة العدنية، حتى بالثقافة العدنية فعلا. إذا ماذا تقول عنهم وكيف يستطيعون إلى الوصول إلى أهدافهم وهم مختلفين بهذه الرؤى؟ والله هناك شوفي، يعني طبعا جرت محاولات كثيرة يعني، ونحن كنا مجرد أفراد يعني فيها من ضمن قوى أخرى، على أساس أنه كان يعقد مؤتمر جنوبي يعني حتى يظهر الناس، لأنه هذه الفرية الآن اللي يتخذها علي عبد الله صالح، طبعا نقول روحوا وحدوا الجنوبيين، يجون الجنوبيين بوفد وأنا مستعد يمثل كل الجنوب. فإحنا نسعى يعني أو سعينا، وهذا الكلام أنا أبلغته يعني وحقيقة في ورقة تتداول طبعا في حدود أشخاص، حتى تكون أساس لبناء أو لعقد مؤتمر جنوبي لكل القوى، مفتوح لكل القوى الجنوبية، من اللي خرجوا في 65 إلى اللي خرجوا في 94. ما عندنا إشكال في هذا الكلام، لأنه هذا وطن للجميع. طبعا كل الهدف من هذا المؤتمر هو الاتفاق على رؤى. شوفوا، لا يمكن أن نلتقي، وهذه كمان نقطة إدارية وفلسفية أيضا، لا يمكن أن نلتقي على قيادة أو تشكيل أو مكون سياسي إذا لم نتفق على رؤية. رؤية ماذا نريد؟ الرؤية هي عبارة عن حلم يعني من صدر واحد. إحنا نريد مثلا جنوب مستقل للدولة الاتحادية الليبرالية بس. طيب نعمل أهداف لتحقيق هذا الهدف. عندما نتفق على الرؤية والأهداف التي توصلنا لهذا الهدف، من السهل جدا أن نتفق على شكل القيادة، على شكل التجمع القيادي، على شكل. لكن قبل ما نتفق على ماذا نريد، لا يمكن أن نتفق على من سيقود. نعم. فلهذا أنا يعني ما زلت أدعو إلى حوار جنوبي كما هو في حوار الآن شمالي موجود، هم يتحاورون باستمرار طول العام يعني، حتى اللي متحاربين يعني. لذلك هذا الهدف، وأنا قلتها. دكتور خلينا أتمنى أن يكون في عدن. خلينا نذهب إلى عدن ونستمع أحد أبناء عدن بمداخلة واتصال تلفوني من عدن. سمير الوهابي، السلام عليكم ورحمة الله. المخرج سمير الوهابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سمير، كل عام وأنت بخير إن شاء الله، كل عام وعدن آمنة واليمن آمنة ووطننا آمن ومستقر بإذن الله تعالى. أخبرنا اليوم، أخبر مشاهدينا الكرام وهنا في الاستوديو الحضور الكريم يستمع لك، وأنت تنقل المشاعر وتنقل الاحتفالات التي حدثت اليوم ولا زالت في عدن. أولا في البدء أحيي قناة عدن الفضائية على النجاح السام التي حققت اليوم في تغطية فعالية العيد 52 لقيام ثورة أكتوبر المجيدة، والتي أخذتنا في ذاكرتها إلى ذلك الزمن النضالي والبطولي الذي سطره أجدادنا في سبيل نيل الحرية من الاستعمار البغيض. وفي هذه المناسبة شهادة اليوم عدن وجماهير الشعب في عدن اليوم ملحمة جديدة سطرها أبناء هذه المدينة الطواقين للحرية والعدالة والتنمية، سطروا اليوم احتفالية جديدة في ساحة العروض بحضور مليونية تدعو إلى الالتفاف نحو ما حققته عدن من انتصار عظيم في سحق فلول الحوثي وكذلك كان الزخم الجماهيري الكبير ملتف حول ما حققته قوى التحالف من انتصارات وتحرير الكثير من المدن والمديريات في عموم الوطن الكبير. سمير الوهابي زميل المخرج الإذاعي المشهور، إذا سألتك ما الشيء المميز في هذه المليونية الموجودة اليوم في عدن؟ ما يميز هذه الاحتفالية اليوم إنها جاءت بعد الانتصار الكبير الذي حققته عدن في ظل قوى التحالف الخليجي التي أخرجت عدن من طوق العزلة والانهزام
ويعني والظلم اللي كان واقع على هذه المدينة. نحمد الله اليوم عدن تشهد يعني طفرة جديدة بإذن الله سوف تحقق ابتداء من هذه اللحظات. عدن سوف تشهد نقلة جديدة في العمل المجتمعي والعمل التنموي في سبيل يعني إقامة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. أخي سمير، يعني كيف نظرت اليوم للطوق الأمني الذي قامته المقاومة الجنوبية للحفاظ على حياة الناس، للحفاظ على هذه الاحتفالية، من أي تدخلات ربما قد يعني تحدث شيئا أو ضررا أو تسيء لهذه الفعالية وهذه المليونية وتحافظ أو ربما تؤدي إلى ضرر بحياة الناس؟ أكون صادقا معك أن أقول لك إن اليوم الشعب هنا في عدن طواق نحو الحرية ونحو العدالة ونحو تكريس الأمن والهدى، ولهذا السبب تجد اليوم في عدن الجميع يعني حريص على نجاح هذه الفعالية وعلى استتباب الأمن وعدم إطلاق السكينة العامة في عدن. نحن جميعا علينا أن نلتف حول هذا الانتصار الباهر الذي حققته قوى التحالف في تحرير عدن، ونحن ملزمون ونحن على العهد سائرون في سبيل يعني إبعاد عدن من الفوضى ومن العنف وفي سبيل إعادة عدن إلى مجدها الذي عرف فيها. إذن هكذا نكون قد عشنا فعلا احتفالات على أرض عدن الحبيبة مع الزميل المخرج سمير يحيى الوهابي المخرج الإذاعي المتميز وأيضا أحد القيادات في المجلس المحلي لعدن والذين عملوا الكثير لعدن ولأبنائها. شكرا لك سمير يحيى الوهابي، وكل عام وأنت بألف خير وأهل الوطن. أيضا الشكر للدكتور حسين لقور بن عيدان أستاذ جامعي، حياك تشرفنا طبعا بوجودك معنا، وكل عام وأنت بخير. على اللقاء في انتصارات قادمة إن شاء الله. يعني شوف كل المنطقة محررة من العصابات الحوثة وعفاشية يعني كما يقال يعني حقيقة يعني. وهذا يعني أنا لا تعرف أنا كلمة أخيرة أقولها، أنا لا أتمنى أن هذا الرجل يقتل كده، لا أنا أتمنى أشوفه في قفص الاتهام. كلنا والله كلنا وإن شاء الله بإذن الله أبغى أشوف في قفص الاتهام يتدلل، لأنه طغى وتكبر واستجبر واعتقد وهو زعيم عصابة من مهرب مخدرات وخمور إلى 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 زعيم عصابة يعني دولة يعني أيوة. حقيقة شكل عصابة يعني. هذا الرجل أرى أن أشوف إذلال في عين، وهو الآن دمر أحلام اليمنيين خلال الفترة الماضية وكل وهو الآن دليل. نعم. يعني لو شاهدت أنت في المقابلة حق أمس مهزوم مضطرب منكسر غير منسجم مع نفسه يعني لا يعني من يزرع الشر دائما هكذا يكذب يتناقض مع نفسه، حركات نفسية يعني تعبيرات في جسدية تعكس حالة قلق وخوف وانكسار برغم أنه يحاول أن تظهر بمظاهر، لكن أنا أتمنى أن أراه في قفص الاتهام يوم من الأيام بإذن الله فقط. بإذن الله. دكتور حسين الأقور بن عيدان، حقيقة شكرا جزيلا لرسائلك التي أرسلتها، ونحن نحتفل بهذا اليوم كما كلمتك الأخيرة أستاذ مهندس علي. الأحزاب وأنتم كشباب يعني معول عليكم الكثير، رسالتك الأخيرة. احنا بالنسبة أعتقد أنه الدكتور أوفى وكفى في كثير من الأمور بالنسبة لرسالتنا للشباب المنتصر. أنا دعوني أتخصص في جوانب الشباب المقاوم. الفعالية هذا نعم نحتفل فيها بالإضافة إلى ذكرى 52، نحتفل بها أيضا بانتصار عدن وانتصار المناطق التي تم تحريرها، ولكن ما زالت لدينا مكيراس وما زالت لدينا بيحان. لا أنا سأقول كلمة سيسمعها العدو إن شاء الله من خلال هذه المقابلة، بأن دخولكم كان بالكيفية التي أردتموها على حساب ألمنا، ونعدكم بإذن الله أن خروجكم سيكون بالطريقة التي نريدها نحن، وعلى وعلى آلامكم وجركم لأذيال الهزيمة والخيبة بإذن الله تعالى والخزي والعار. وأقول أيضا لكل أبنائي وإخواني من الشباب المقاتلين الذين ما زالوا في المتارس، شدوا عزائمكم، وبإذن الله أن النصر آت قريب بإذن الله تعالى في بيحان، وبإذن الله النصر سيأتي قريبا في مكيرات، وسيأتي في كل شبر في المنطقة اليمنية لتحريرها من براثن هذا الاحتلال، لتخليصها من أولئك العصابة المرتزقة. ولن نقبل
نقولها لكل السياسيين ونحن جزء منهم، لن نقبل بأي تسوية سياسية سيكون فيها معادلة أنصاف الحلول أو معادلة بقاء أولئك بسلاحهم وبكل هرطقاتهم الفكرية التي يحملونها، لا نستطيع أن نتحمل ذلك ولن نقبله ولن تقبله كذلك إرادة شعب الجنوب الحرة. إذن الشكر لكم والشكر أيضا للمشاهد الكريم على هذه الأوقات الطيبة التي عشناها في احتفالية 52 عام من ثورة 14 من أكتوبر وثلاثة أشهر من ثورة 14 من يوليو أيضا التي سطرها أبناؤنا في عدن ضد ميليشيا الحوثي وصالح العفاشي. ولن نقول إلى اللقاء لأن الحلقة مستمرة، زملاء آخرين سيأتون ويواصلون المشوار وضيوف أحباء أيضا على نفوسنا سيكونون على تواصل هنا. نحن في الختام مشاهدينا الكرام نجل كل الشكر والتقدير لكم ونقول أن أهداف الثورة خلال الفترة الماضية التي لم تحقق سيحققها الأبطال ستحققها الأجيال القادمة، سنكون على إصرار للاستفادة من كل الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية لنستفيد منها في قادم الأيام. برامجنا مستمرة معكم وتغطيتنا مستمرة من خلال قناة عدن الفضائية، فاستمروا أنتم كذلك معنا. يا بلدنا من أجل الثورة انبحي والكل يبكيها، يا بلدنا من أجل الثورة انبحي والكل يبكيها، وانجازك من أجل العزة ومجدنا لابد نحيا بإرادة وعزيمة قوية، فانجازك من أجل الحرية بإرادة وعزيمة قوية، فانجازك من أجل الحرية وانبحي كل بلعزتنا على جنب النار. على كل جسر مليان خطونا لو
Yeah.
بهالجيب يا جدة زينة رجعنا إلى شامخات الجبال ولشامخات الجبال ابتدينا بدينا على خط نار القتال على كل جسر منيع خطونا نرود جروب الصراع الرهيب ويسحبنا النصر أنا مضينا مشينا على خط نار القتال على كل جسر منيع خطونا نرود جروب الصراع الرهيب ويسحبنا النصر أنا مضينا مشينا على خط نار القتال على كل جسر منيع خطونا نرود جروب الصراع الرهيب ويسحبنا النصر أنا مضينا بلونا فياد البطولة منا بلونا فياد البطولة منا وكل المعارك دلت علينا يا ثورة الشعب دومي منا فإنا بمسيح يا كنت زينا ركنا إلى شامخات الجبال ومن شامخات الجبال ابتدينا عمدنا إلى رأس أوراسنا وردفان أوراسنا أجمعين عمدنا إليه سلاح الكفاح بلدنا من أجل الثورة ونبحي والكل يبكيها يا بلدنا من أجل الثورة ونبحي والكل يبكيها وانجازك من أجل العزة ومجدنا لابد نحيها بإرادة وعزيمة قوية فانجازك لأجل الحرية بإرادة وعزيمة قوية فالكافح لجل الحرية والبحطي كل من عزتنا على جنب النعم الله الله يسوب الله الله يسوب الله على روحك للأمن 52 عام على خروج المستعمر البريطاني من أرض الوطن وثلاثة أشهر على خروج الغزاة ميليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح من عدن ولحق وأبين. إذن الفرحة كبيرة دكتور حسين بخروج ميليشيا الحوثي وعفاش من عدن بالتحديد. إذن نشاهد الفرحة في ساحة العروض والشباب هناك في مسيرة مليونية تحلق في السماء. ماذا تقول لهؤلاء؟ طبعا يعني من حقنا نفرح حقيقة بعد الآلام يعني الآلام احنا يعني قد لا نكون مثلا يعني لامستنا مباشرة لكن كنا لنا أهل وأقرباء وأصدقاء ومعارف وشعرنا بهم ونعرف كثير من شخصيا من الناس من اللي جرحوا واستشهدوا وذا فبالتالي يعني فرحتنا يوم 14 يوليو ويوم 16 يوليو طبعا يوم 14 يوليو يوم دخول المطار خور مكسر وتحرير المطار والدخول إلى خور مكسر ويوم 16 لما استكمل التحرير بالدخول للتواهي والمعلة طبعا هذه أيام لا تنسى في حياتنا ولا يمكن أنساها ونعتبرها من أيام المجيدة في تاريخنا لأن هذه كانت يعني فعلا يعني مقاومة حقيقية نابعة من الناس وطبيعة الناس ضد عصابات مجرمين عصابات قتلة تمثل رموز فساد وقتلة فبالتالي كانت لها معاني كبيرة جدا يعني والخلاص منها كان يعني فعلا يعني بالنسبه لنا يعني خلاص من 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 كابوس يعني كنا يعني تعيش عدن بدون ما يكون فيها اي من يعني
جنود هؤلاء العصابات يعني كان يعني شيء جميل. لذلك اليوم أنا ما أحب أن أؤكد على أخواننا أولا أنه نستغل هذه الفرصة أولا لإعادة الحياة المدنية إلى عدن. السلاح يجب أن لا يحمل إلا من قبل من هو مصرح له من الجهات الأمنية والجهات الأمنية كلهم أبناء المدينة وأبناء المنطقة. وحقيقة وأنا أشد على أيادي الشباب الذين يقيمون النقاط. سماهم أحد الصحفيين في قناة ما ميليشيات الميليشيات التي تعمل نقاط التفتيش. قلت له انتبه أنت تتكلم على مناضلين هذا مش ميليشيات. هؤلاء مقاتلين لم يذهب إلى مكان هؤلاء مقاومين وما يقومون به اليوم من جهة يحمي منطقة في حماية أملاك الناس وأعراضهم وأرضهم. هذا يشكر عليه يعني. فهم ليسوا ميليشيا, هم فعلا مناضلين. لذلك نطلب منهم الحفاظ على الملكيات العامة, على الحفاظ على الملكيات الخاصة, على عدم التعدي على أراضي الدولة, عدم التعدي على أملاك الدولة, عدم التعدي على لا يسمحوا لهذا. لأنه نحن ننتظر منهم الكثير, نحن ننتظرهم أن يأخذونا إلى المستقبل. نعم حتى تعمير بأي دين يأخذونا إلى مستقبل جديد خالي من هذه الأنانية, خالي من يعني العشوائية. نترك فيه للتنافس للتنافس والتكافل, مش تنافس فقط, لا للتنافس والتكافل. يعني القوي يساعد الضعيف والمتعلم يساعد الجاهل وهكذا يعني. لكن أيضا نعطي فرصة لهذا الشاب ينطلقوا ويأخذونا معهم إلى مستقبل جديد خالي من هذه السلوكيات, سلوكيات البسط على الأراضي, سلوكيات الاعتداء على الأملاك العامة, على المدارس, على المؤسسات, على أيوة. يعني حقيقة هذه لا تليق بمن ضحوا, بمن استشهدوا, بمن قدموا أرواحهم, بمن مستعدين لتقديم أرواحهم, بمن وما زالوا فيخرجون في هذه المناسبات يعني يحتفلوا. لذلك أنا أشيد بهم وأتمنى عليهم وأرجوهم وأبوس على رؤوسهم صغير وكبير أن يحفظوا للمدينة بالذات هذه مدينة عدن. إحنا أنا أنتمي إلى هذه المدينة برغم أني أنا جيتها وأنا شاب, لكني أشعر أن هذه المدينة قدمت لي أكثر مما أنا كنت أحلم. أدخلتني المدنية, علمتني, أعطتني أصدقاء لي كلنا يا دكتور. فبالتالي من حقنا على هذه المدينة, من حقنا على هذه المدينة أن نحترمها. نعم. نحترم ثقافتها, نحترم نتعدن. يا سلام نتعدن يعني يجب أن نتعدن, معناته أنه أنا أكون مسالم. أنا يعني وأنا الحمد لله يعني لا أتفاخر بهذا أنني لا أحمل سلاح ولا أملكه برغم أني أنا من منطقة كلها يعني مسلحة, لكني أنا من بين أهلي الوحيد اللي لا يمتلك قطعة سلاح, حتى مسدس ما عندي شخصي. أنا رجل هكذا فكري ولساني وقلمي ما عندي فقط, ما عندي وعلمي اللي أخدم به يعني الآخرين. لهذا هذا السلوك يعني يجب أن يكون يتمثل فيه. أنا أخجل لما أجي أشوف حد من أسرتي ويحمل سلاح يعني ويصير معي, يعني حقيقة ما أحب هذا المنظر. علينا أن ندعم السلوك الحضاري للمدينة, نعيد لعدن يعني زي زمان كانت الناس يطرحوا سلاحهم اللي يجوا من الأرياف في أبين وفي دار سعد. فليكن هذا الكلام يا أخي, ما يدخل المدينة سلاح إلا سلاح الدولة, سلاح الأمن, سلاح الجيش الوطني الجديد الذي يبنى الآن من أبناء المدينة ومن أبناء المناطق المجاورة للمدينة. فلذلك هذه رسالة لكم يا أخواني ويا أبنائي في أي مكان وفي هذه المليونية الجميلة, أن تترفعوا عن هذه السلوكيات, سلوكيات العنصرية القبلية والمناطقية والسياسية والفكرية وحتى الأسرية. يا سلام. وخلونا ننظر إلى غد جديد. حقيقة أنا أختي عبير, زميلتي عبير, أنا استمتعت وسعيد جدا بهذا الطرح الذي طرحه الدكتور حسين, ويشجعني أن أنا أقول أطرح سؤال آخر للأستاذ. ماذا لو كنت أنت القائم على برنامج احتفالية اليوم المليونية هذه, مليونية اليوم في عدن, ماذا كنت ستعمل؟ ما هي الرؤى التي تتصورها وتحب أنه يعملوها؟ يعني زيارة كذا, أنشطة معينة؟ أنا أعتقد لو كان الأمر كما قلت, أولاً لكان البرنامج الذي سنعمل عليه سيبدأ من يوم 14 أكتوبر وليس سينتهي. بمعنى أن تلك المجاميع يجب أن تبقى ويجب أن تنتشر للقيام بعدة رسائل توصلها لبعيد وقريب. أولاً نظافة عدن, للقيام بحملات تنظيف لمدينة عدن, كذلك لزيارة الجرحى,
كذلك لزيارة أسر الشهداء، كذلك لا 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 لزيارة أولئك الجنود الذين لم يستلموا مرتباتهم إلى الآن من المقاومة ومن 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 غيرهم في شتى المرافق، لتعزيز معنويتهم، لرفع المعنوية لديهم. كذلك لا 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 لقمنا أيضا على الإسهام في نشر الوعي حول مدنية عدن، حول مجتمع عدن، حول مؤازرة أبناءنا في عدن، وأن هذه هي عدن، هذه عدن بجمالها، بمدنيتها، بسلميتها، وكذلك ببسالتها التي فاقت حد التصورات وفاقت حد كل التوقعات. فبالتالي هذه هي البرامج التي نسعى إليها دون عنصرية، دون أنت يعني أذكر المشاهد الكريم إنك أنت كنت في الساحة، يعني أنا طبعاً أمين، وآخر واحد ربما خرج من الساحة بعد ما دخلوا لنا، يسمعوننا الإخوان بأنه كانت لنا تجربة رائعة جداً في ساحة العروض في خور مكسر، حيث كنت أمين عام أو أمين سر الهيئة الإشرافية لعصام شعب الجنوب، وكذلك كنت أحد ناطقيها الرسميين، وكنت من وضع خيمته واستمر من أول يوم إلى أن دخل المحتل إلى خور مكسر. فحقيقة هناك كثير من السلبيات تحدث في أمور من هذا الجانب، ونحن نتحدث على مسألة الثقافة العامة لدى الناس. لا تستطيع إرضاء الناس، لا تستطيع أن تجعل الناس يتحدثوا بلغة واحدة، ولكن من حيث السلوكيات إذا أتيت أن تقارن ساحة عدن وساحة المكلا بساحات أخرى، لوجدت أن القتل في ساحات أخرى، لوجدت أن عمليات القمع داخل الساحات الأخرى، إنما في عدن. وهذا أمر أنا أتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى وبشهادة القنصليات العربية التي كانت مجاورة لنا، والتي كان هاجس الأمن جزء من الإشكالات التي جعلتنا في إدارة الهيئة الإشرافية بأن نعمل عليها. كانت سجلوا شهادة عظيمة بأننا كنا نتوقع حسب الفرية التي كان يقولها علي عبد الله صالح عفاش ومن معه، بأن الجنوبيين سيتقاتلون، بأن الجنوبيين سيختلفون، بأن الجنوبيين إذا تم استمرارهم في تجمع واحد لا يمكن أن يسدوا ولا يمكن أن يحدث بينهم، ولكن المشهد الذي عكسته ساحة العروض. ونحن لا نتحدث عن عمل قياسي 100%، نحن نتحدث عن نتائج العمل هذا، عن الملاحظ الذي شاهده العالم. أما بالنسبة للتباينات، وهذه طبيعة جيدة في الجنوبيين، أننا لسنا مجتمع متحد في الرؤى، نحن متحد في القضية، متحد في العزيمة، متحد في الهدف، متحد في أمور كثيرة، ولكن أيضا نقبل بعضنا ونقبل تباينات بعضنا في مراحل تاريخية كانت تمر بمراحل إقصاء، صحيح كما شرح الدكتور، ولكننا نتحدث الآن علينا نحن كأبناء هذا الجيل بأننا يجب أن نتقبل الآخر، ويجب أن نكرس عملية إدارة التباينات تلك فيما بيننا البين، بل يجب أن نتقبل الآخر الذي بسلوكيات 94 حولها إلى عدو، بينما هنالك حقيقة الشعب لنقول المجتمع منطقة يمنية واحد، أبناء تعز لهم الكثير وقدموا الكثير داخل عدن، ومن يستطيع أن ينكر ذلك. كذلك الإخوان في 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 المحافظات المحادة للجنوب من أبناء مأرب ومن أبناء البيضة كانت جنوبية في التاريخ، فمن يتحدث عن أمر كهذا؟ يجب أن تكون ثقافتنا التسامحية إلى أبعد حد، لا تنحصر فقط فيما بين البين كجنوبيين، ولكن أن تمتد رياحها وأن تمتد نسماتها العطرة إلى كل أرجاء المنطقة اليمنية، وتتجاوزها للمنطقة العربية وللعالم أجمع، لتثبت للعالم رسالتنا الطيبة. وهذا ما أردت أن أوضحه. إذن أنت أستاذ علي حددت أن العدنيين فعلا متعدنين بفكرهم بثقافتهم، لكل جماعة ثقافة فكر، لكن متحدين في الهدف، متحدين بالرؤية، متحدين. ماذا متحدين تقول حتى في الثقافة العدنية؟ حتى بالثقافة العدنية فعلا. إذا ماذا تقول عنهم وكيف يستطيعون إلى الوصول إلى أهدافهم وهم مختلفين بهذه الرؤى؟ والله هناك شوفي، يعني طبعا جرت محاولات كثيرة، يعني ونحن كنا مجرد أفراد يعني فيها من ضمن قوى أخرى، على أساس أنه كان يعقد مؤتمر جنوبي
يعني حتى يظهر للناس، لانه هذه الفريه الان اللي يتخذها علي عبد الله صالح ظن انه يقول روحوا وحدوا الجنوبيين، يجون الجنوبيين بوفد وانا مستعد يمثل كل الجنوب. فاحنا نسعى يعني او سعينا، وهذا الكلام انا ابلغته يعني وحقيقه في ورقه تتداول طبعا في حدود اشخاص حتى تكون اساس لبناء او لعقد مؤتمر جنوبي جنوبي لكل القوى، مفتوح لكل القوى الجنوبيه من اللي خرجوا في 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 65 الى اللي خرجوا في 94. ما عندنا اشكال في هذا الكلام لانه هذا وطن للجميع. طبعا كل الهدف من هذا المؤتمر هو الاتفاق على رؤى. شوفوا لا يمكن ان نلتقي، وهذه كمان نقطه اداريه وفلسفيه ايضا، لا يمكن ان نلتقي على قياده او تشكيل او مكون سياسي اذا لم نشتكل اذا لم نتفق على رؤيه. رؤية ماذا نريد؟ رؤية، الرؤية هي عبارة عن حلم يعني من صدر واحد. احنا نريد مثلا جنوب مستقل للدولة الاتحادية الليبرالية بس. طيب نعمل اهداف لتحقيق هذا الهدف. عندها عندما نتفق على الرؤية والاهداف التي توصلنا لهذا الهدف، من السهل جدا ان نتفق على على شكل القيادة، على شكل التجمع القيادي، على شكل. لكن قبل ما نتفق على ماذا نريد، لا يمكن ان نتفق على من سيقود. نعم. فلهذا أنا يعني ما زلت أدعو إلى حوار جنوبي جنوبي كما هو في حوار الآن شمالي شمالي موجود، هم يتحاورون باستمرار طول العام يعني حتى اللي متحاربين يعني. لذلك هذا الهدف وأنا قلتها. دكتور دكتور خلينا خلينا أتمنى أن يكون في عدن. خلينا نذهب إلى عدن ونستمع أحد أبناء عدن من بمداخلة واتصال تلفوني من عدن. سمير الوهابي، السلام عليكم ورحمة الله. المخرج سمير الوهابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سمير كل عام وأنت بخير إن شاء الله، كل عام وعدن آمنة واليمن آمنة ووطننا آمن ومستقر بإذن الله تعالى. أخبرنا اليوم، أخبر مشاهدينا الكرام وهنا في الاستوديو الحضور الكريم يستمع لك وأنت تنقل المشاعر وتنقل الاحتفالات التي حدثت اليوم ولا زالت في عدن. أولا في البدء أحيي قناة عدن الفضائية على النجاح السام التي حققته اليوم في تغطية فعالية العيد 52 لقيام ثورة أكتوبر المجيدة، والتي أخذتنا في ذاكرتها إلى ذلك الزمن النضالي والبطولي الذي سطره أجدادنا في سبيل نيل الحرية من الاستعمار البغيض. وفي هذه المناسبة شهدت اليوم عدن وجماهير الشعب في عدن اليوم ملحمة جديدة سطرها أبناء هذه المدينة الطواقين للحرية والعدالة والتنمية. سطروا اليوم احتفالية جديدة في ساحة العروض بحضور مليونية تدعو إلى الالتفاف نحو ما حققته عدن من انتصار عظيم في سحق فلول فلول الحوثي والفاش. وكذلك كان الزخم الجماهيري الكبير ملتف حول ما حققته قوى التحالف من انتصارات وتحرير الكثير من المدن والمديريات في عموم الوطن الكبير. سمير الوهابي زميل المخرج الإذاعي المشهور، إذا سألتك ما الشيء المميز في هذه المليونية الموجودة اليوم في عدن؟ ما يميز الاحتفالية اليوم إنها جاءت بعد الانتصار الكبير الذي حققته عدن في ظل قوة التحالف الخليجي التي أخرجت عدن من طوق العزلة والانهزام ويعني والظلم الذي كان واقع على هذه المدينة. نحمد الله اليوم عدن تشهد يعني طفرة جديدة بإذن الله سوف تحقق ابتداء من هذه اللحظات. عدن سوف تشهد نقلة جديدة في العمل المجتمعي والعمل التنموي في سبيل يعني إقامة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. أخي سمير يعني كيف نظرت اليوم للطوق الأمني الذي قامته المقاومة الجنوبية للحفاظ على حياة الناس، للحفاظ على هذه الاحتفالية من أي تدخلات ربما قد يعني تحدث شيئا أو ضررا أو تسيء لهذه الفعالية وهذه المليونية وتحافظ أو ربما تؤدي إلى ضرر بحياة الناس؟ أكون صادقا معك أن أقول لك إن اليوم الشعب هنا في عدن طواق نحو الحرية ونحو العدالة ونحو تكريس الأمن والهدى، ولهذا السبب تجد اليوم في عدن الجميع يعني
يعني حريص على نجاح هذه الفعالية وعلى استتباب الأمن وعدم إطلاق السكينة العامة في عدن. نحن جميعا علينا أن نلتف حول هذا الانتصار الباهر الذي حققته قوة التحالف في تحرير عدن، ونحن ملزمون ونحن على العهد سائرون في سبيل يعني إبعاد عدن من الفوضى ومن العنف وفي سبيل إعادة عدن إلى مجدها الذي عرف فيها. إذن هكذا نكون قد عشنا فعلا احتفالات على أرض عدن الحبيبة مع الزميل المخرج سمير يحيى الوهابي المخرج الإذاعي المتميز، وأيضا أحد القيادات في المجلس المحلي لعدن والذين عملوا الكثير لعدن ولأبنائها. شكرا لك سمير يحيى الوهابي، وكل عام وأنت بألف خير وأهل الوطن. أيضا الشكر للدكتور حسين لقور بن عيدان أستاذ جامعي، حياك تشرفنا طبعا بوجودك معنا. وفي كل عام وأنت بخير على اللقاء في انتصارات قادمة إن شاء الله. يعني شوف كل المنطقة محررة من العصابات الحوثة العفاشية يعني كما يقال يعني حقيقة يعني. وهذا يعني أنا لا أريد تعرف أنا كلمة أخيرة أقول أنا لا أتمنى أن هذا الرجل يقتل كده، لا أنا أتمنى أشوفه في قفص الاتهام. كلنا والله كلنا وإن شاء الله بإذن أبغى الله أشوف في قفص الاتهام يتذلل لأنه طغى وتكبر واستجبر واعتقد وهو زعيم عصابة من مهرب مخدرات وخمور إلى 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 زعيم عصابة يعني دولة يعني حقيقة شكل عصابة. يعني هذا الرجل أرى أن أشوف إذلال في عين، وهو الآن دمر أحلام اليمنيين خلال الفترة الماضية وكل وهو الآن دليل. يعني لو شاهدتها أنت في المقابلة حق أمس مهزوم مضطرب منكسر غير منسجم مع نفسه يعني لا يعني من يزرع الشر دائما هكذا يكذب يتناقض مع نفسه حركات نفسية يعني تعبيرات في جسدية تعكس حالة قلق وخوف وانكسار برغم أنه يحاول أن تظهر بمظهر لكن أنا أتمنى أن أراه في قفص الاتهام يوم من الأيام بإذن الله فقط بإذن الله. دكتور حسين الأقور بن عيدان حقيقة شكرا جزيلا لرسائلك التي أرسلتها ونحن نحتفل بهذا اليوم. كما كلمتك الأخيرة أستاذ مهندس علي، الأحزاب وأنتم كشباب يعني معول عليكم الكثير، رسالتك الأخيرة. احنا بالنسبة أعتقد أنه الدكتور أوفى وكفى في كثير من الأمور بالنسبة لرسالتنا للشباب المنتصر. أنا دعوني أتخصص في جوانب الشباب المقاوم. الفعالية هذا نعم نحتفل فيها بالإضافة إلى ذكرى 52 نحتفل بها أيضا بانتصار عدن وانتصار المناطق التي تم تحريرها، ولكن ما زالت لدينا مكيراس وما زالت لدينا بيحان. لا أنا سأقول كلمة سيسمعها العدو إن شاء الله من خلال هذه المقابلة، بأن دخولكم كان بالكيفية التي أردتموها على حساب ألمنا، ونعدكم بإذن الله أن خروجكم سيكون بالطريقة التي نريدها نحن وعلى آلامكم وجركم لأديال الهزيمة والخيبة بإذن الله تعالى والخزي والعار. وأقول أيضا لكل أبنائي وإخواني من الشباب المقاتلين الذين ما زالوا في المتارس، شدوا عزائمكم وبإذن الله أن النصر آت قريب بإذن الله تعالى في بيحان، وبإذن الله النصر سيأتي قريبا في مكيرات، وسيأتي في كل شبر في المنطقة اليمنية لتحريرها من براثن هذا الاحتلال، لتخليصها من أولئك العصابة المرتزقة. ولن نقبل، نقولها لكل السياسيين ونحن جزء منهم، لن نقبل بأي تسوية سياسية سيكون فيها معادلة أنصاف الحلول أو معادلة بقاء أولئك بسلاحهم وبكل هرطقاتهم الفكرية التي يحملونها. لا نستطيع أن نتحمل ذلك، تلغيم المستقبل، ولن تقبله كذلك إرادة شعب الجنوب الحرة. إذن الشكر لكم، والشكر أيضا للمشاهد الكريم على هذه الأوقات الطيبة التي عشناها في احتفالية 52 عام من ثورة 14 من أكتوبر وثلاثة أشهر من ثورة 14 من يوليو أيضا التي سطرها أبناؤنا في عدن ضد ميليشيات الحوثي وصالح العفاشي. ولن نقول إلى اللقاء لأن الحلقة مستمرة، زملاء آخرين سيأتون ويواصلون المشوار، وضيوف أحباء أيضا على نفوسنا سيكونون على تواصل هنا. نحن في الختام مشاهدين الكرام نجل كل الشكر والتقدير لكم، ونقول أن أهداف الثورة
خلال الفترة الماضية التي لم تحقق سيحققها الأبطال، ستحققها الأجيال القادمة. سنكون على إصرار للاستفادة من كل الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية لنستفيد منها في قادم الأيام. برامجنا مستمرة معكم وتغطيتنا مستمرة من خلال قناة عدن الفضائية، فاستمروا أنتم كذلك معنا. بلدنا من أجل الثورة تنبحي والكل يبكيها، يا بلدنا من أجل الثورة تنبحي والكل يبكيها، ونجادح من أجل العزة ومجدنا لابد نحيا بإرادة عزيمة قوية، فنجادح لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية، فنجادح لأجل الحرية. والبحر في